دكتوراه. هيقدم لنا هو سلسله من المحاضرات حول انساق التواصل والحجاج في الخطاب السياسي السوداني. الحلقه الاولى حتكون حلقه تعريفيه حول تحليل الخطاب والتفكيك للعنوان ومدى ارتباط الخطاب بالواقع السوداني وتاثير كل واحد على الاخر بالدراسه على الواقع والخطاب السياسي السوداني، مع امثله مباشره وتحليلات لنماذج واضحه من خطابات النظام الحاكم في سنة 2018 والمعارضة السياسية في نفس السنة. المحاضرة الثانية حتكون حول التواصل واستراتيجيات النظام والمعارضة، برضو حياخذ ثورة 19 سبتمبر كنموذج. وفي الحلقة الثالثة والرابعة هيتناول لنا الفهم بتاع الحجاج السياسي وأساليب الإقناع تم استخدامها في ثورة 19 ديسمبر. نرحب بك يا أخ محمد عادل، مرحب مرحبا وتفضل بكم. عرف لنا نفسك بشكل تفصيلي أكثر. و the floor is yours. يلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. يعني في البدء طبعا أشكر مبادرة الباحثين السودانيين يعني اللي أتاحتهم هذه الفرصة، ويعني من خلال هذا الشكر يعني أشكر أيضا دكتور أنور دفع الله المبادر يعني الذي أعرفه يعني مسبقا، والشباب أيضا الفاعلين والتواصلوا معي يعني عشان نحقق يعني هذه الحلقات، وأشكر جهدهم كذلك. ومبادرة الباحثين السودانيين أنا متابعة من فترة، متابع يعني الشغل بتاعها وتفاعلها، وهي أول مبادرة يعني ما دام بنتكلم في الخطاب قدرت تأطر لنا الخطاب المعرفي في الخطاب في التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وكذا. أول مبادرة سودانية ودي واثق منها تاريخيا هي قدرت تعمل الحاجة دي، فهي المبادرة دي مبادرة هتكون تاريخية. أنا يعني متوقع كده هيكون عندها وضع في المستقبل كبير جدا، ليس فقط على مستوى الوطن السودان بل ممكن على جميع الدول العربية، وممكن يعني تبقى هي مبادرة يعني واحدة من المبادرات العلمية يعني المرموقة في العالم، وقريب الحاجة دي إن شاء الله ما بعيد. طيب أنا محمد عادل عبد العزيز الفكي، خريج بكالوريوس لغة فرنسية من جامعة النيزان في العام 2014. بعدها بعام كده عملت دبلوم بتاع إعلام، دبلوم مهني في الإعلام عشان أدخل في المجال وأربط عن اللغة بالمجال وكده. اشتغلت في الصحافة فترة بسيطة كتدريب وشغل عام كده، برضو كان اشتغلت في شركة زين اللي هي الفترة بتاعت العام بتاعتهم، وده ما اشهر يعني ده ما يعلن عليها لكن يعني ده مجال الشغل كان اشتغلت فيها. بعد ذاك كنت مقدم لمنحة في المملكة المغربية، وأنا يعني بفضل إنه كل مرة في كل حلقة نحن نتكلم عن الجانب ده، عن المنحة في المملكة المغربية، البنية التعليمية في المغرب ودولة المغرب اقتصاديا ذاتها كيف، وهنا ده تخليه ممكن يكون جانب. والله رأيك شنو أستاذ طارق؟ ايوه، كيف أيوه قلت كلام لك جميل. المغرب طبعا بلد بتاعت حضاره وعلم أيوه أيوه معروفه يعني. أيوه فتكون يعني تكون يعني 4 حلقات برضه متضمنة الجانب ده وفكرة الدراسة يعني في المغرب العربي نفسها والحاجات يعني حاجات جميلة جدا بنحاول ندخلها. في 2016 في نهايته يعني القبول منحة في المملكة المغربية. بداية 2017 جيت المغرب وبدأت الدراسة في جامعة ابن طفيل في مدينة القنيطرة في ماستر هو اسمه تقنيات التواصل وتحليل الخطاب، وأكملته يعني كان في الأول كنت شغال في بحث وكان حينتهي يعني قبل ما تنتهي الثورة السودانية، ولكن لما بدأت الثورة السودانية أنا جمدت البحث وخليته وأخرته يعني نفسي مدة عشان أشتغل في الثورة السودانية مخصوصة يعني. وبصراحة يعني كنت أخذت في بالي يعني بغض النظر عن نجاحه أو فشله والحمد لله يعني قدرنا نصل. طبعا في الوقت ذاك الزول بفكر إنه عايز فعلا ثورتنا تنجح وكده،
لحد ما يعني قبل ما تنتهي انا كنت خدت في بالي انه بس ادرس الخطاب السوداني، الانتاج بتاعنا نحن اثناء الثوره، كيف قدرنا يعني ننجز ثوره فلميه بهذا الجمال وبهذه القيمه يعني. فهي ثوره حامله لقيم انسانيه يعني كونيه زي ما بقول، يعني تشابه الثوره الفرنسيه اللي وضعت بعد حقوق الانسان والحاجات دي. ودي ما يعني دي بعض الخصوصيات الموجوده في الثوره السودانيه. في الثورات العربيه كلها طبعا لها خصوصياتها ولها ايضا يعني تشابهها مع ثورتنا العربيه، ثورتنا السودانيه. طيب، فالبحث كان يعني عنده فيه رغبه عاطفيه شديد، ودخلت فيه يعني في عمليه بتاعت مشترك نفسي شديد ما بين العاطفه بتحديد تجاه الوطن واتجاه السودان واتجاه الشهداء واتجاه كده، وما بين العلمية بتحكي وما بين الإنتاج العلمي اللي أنا درسته عشان أطلع رسالة علمية مجردة متساوية، يعني زي ما بيقولوا متساوية الأضلاع، ما يكون فيها أي ميول أيديولوجية وسياسية وكده. تمام، فعشان كده كان البحث يعني بفضل الله يعني كانت شهادتي الأولى اللي أخذتها من المناقشين إنه لا يميل يعني لأي جهة ما في النقد بتاعي في المعارضة أو النظام. ومن هنا يعني بشكر الدكتور حسن اللشقر اللي هو كان المشرف بتاعي، صبر عليه كثير. والبحث ده بالمناسبة ميزته أيضا إنه قدمته في وقت كوفيد 19، يعني في وقت بتاع كورونا والأزمة بتاعتها، وكان يعني الحظر والأوضاع يعني كانت صعبة جدا، عشان أول شيء تنجز البحث نفسك، وزي ما قلت أنا أنجزته في وقت وجيز يعني، وفي نفس الوقت يعني مع كورونا الضروري في ترتيبات كثيرة جدا كانت بتكون يعني احتياطات مستخدمينها في المحاولة دي. طيب، أنسق التواصل، عفوا، عفوا، أنا جاتني غير يعني زي رسالة كده شباب. ألو، تفضل يا الحبيب. أيوه ايوه ده، واصل واصل طوالي. ايه ايوه واصل طوالي. ايوه معلش بس دقيقة، الجهاز تقيل شديد. أنساق التواصل والحجاج في الخطاب السياسي السوداني، ده عنواننا اللي هنقدمه يعني في الحلقات دي. هي 4 حلقات مقسمة لقسمين أساسيين. التواصل، قسم التواصل هندرس فيه يعني مفاهيم التواصل كلها واستراتيجياته، وكيف التواصل بتاعنا يعني بتبني والحاجات المرتبطة به يعني في الثقافة بتاعتنا وفي القيم بتاعتنا والحاجات دي. طيب، الحلقة الأولى هي حول تحليل الخطاب، هنتكلم يعني نعرف تحليل الخطاب، المجالات بتاعته، آفاق الدراسة في المجال ده، أهميته لنا يعني في كل حياتنا، يعني ليس فقط في المجال الدراسي، وكيف نحن ذاته نتعلم إننا نحلل الخطاب بطريقة يعني تخلينا يعني الآن نحن الأكشن بتاع الحياة بتاعنا كله بيحتاج للمهارات بتاعة تحليل الخطاب والمحاولات الإقناع والحاجات دي. فهو مرتبط بكل المجالات الحياتية بتاعتنا. يعني في مراجع الآن من ضمن اعتمدت عليها في البحث، المرجع ده بيحلل الخطاب الاجتماعي من مقابلة الدكتور مع المريض، بيطلع إنه الحاجات الخلفيات الموجودة في خطاب الدكتور ده، وبتدل على ميوله شنو وفهمه شنو وايديولوجيته شنو كده. فتخيل معايا، بتحس انه خطاب ما عنده اي يعني ميول، ما عنده اي فكره، لكن بتلقاه كده فيه ما فيه يعني، وما خفي عظم. طيب، هنشتغل تفكيك للعنوان بتاع انساق التواصل والحجاج في الخطاب السياسي السوداني. هنشرح انساق وتواصل وحجاج وخطاب، وبعد ذاك خطاب سياسي، وبعد ذاك خطاب سياسي سوداني كخصوصيه مع الخطاب. طيب،
هنشوف مدى ارتباط الخطاب بالواقع السوداني، وده هنتعرف به، وهنتعرف على عبر مقام التواصل اللي هو الأمثلة بتاعتنا هتكون من خطاب النظام وخطاب المعارضة. فكيف النازل استفادوا من الواقع السوداني، من مجتمعنا السوداني، من الأحداث الحاصلة، وقدروا يبنوا خطابات اضطروها ونظموها عشان يدونا خطابات قوية راجحة تخليك أنت تسمع، رغم أنه ممكن أنت ضد البشير، لكن كونك أنت تفتح التلفزيون تشوف البشير، الزول ده بيقول في شنو يا أخوان. فدي استراتيجية هو بيعملها عشان أنت تسمعه بغض النظر عن أنت قابله ولا ما قابله، لكن أنه كون ينجح أنك تسمعه فدي عندها برضه استراتيجيات وعندها حاجات منظمة يعني بورق كثيرة يعني. طيب تأثير الخطاب على الواقع السوداني والعكس. طيب نحن هنحلل طبعا، وبعد التحليل هنوري النتائج. الواقع السوداني ده فيه ماضي وفيه حاضر وفيه مستقبل. هنشتغل يعني التحليل نتائجنا دي هنشتغلها في ماضينا، كيف الناس دي استفادت من الماضي بتاعنا اللي هو في تاريخنا الثوري، تاريخنا السياسي، تاريخنا كده. بعد ده كيف في الحاضر، ونحن نعيش الحاضر بتاعنا الآن، وهنعيش برضو الحاضر بتاع أيام الثورة برضو لما طلعت الخطابات بتاعت مثلا الدكتور عمر الدقير، الخطابات اللي قالت يعني من عمر البشير أو من عدد من السياسيين. طيب طبعا الصورة قدامكم دي الصورة الفازت بجائزة الصورة العالمية، واحدة من الصور اللي أثرت في العالم كله وأخذت يعني رواج كبير جدا، ودي دلالة يعني دلالة الصورة أيضا هي جزء من تحليل الخطاب بالمناسبة. فدلالة الصورة دي للعالم وقفت الشباب ديل بكل براءة بلبسنا العادي، يعني صرخة الإنسان في الوسط ده بالطريقة دي، الإضاءة بالموبايلات البيورة، البسمة الموجودة برغم إن الناس مهمومة، عايزة النظام بيسقط، عايزة الحرية بتاعتها، عايزة تاكل عيش، عايزة اقتصادها يصلح، عايزة أحلامها تتحقق، لكن في نفس الوقت واقفين بكل شجاعة تطلب طاقات هائلة. دي كلها مرتبطة بينا نحن كسودانيين، مرتبطة بتاريخنا، مرتبطة بثقافتنا، مرتبطة بمعرفتنا المسبقة حول يعني الثقافة الثورية نفسها والحاجات دي. طيب عشان كده نحن نعمل يعني إطار كده لمجال تحليل الخطاب. طيب مجال تحليل الخطاب هو مجال علمي بحت، وتحدد بأنه هو مجال علمي بحت بعد يعني نقاشات كثيرة جدا في مصير الأيديولوجيات في العالم. تمام. طيب الأيديولوجيات هي عبارة عن أفكار بتعكس صورة الواقع، هي ما الواقع لكن هي بتديك صورة حول شنو، حول الواقع. يعني أي إنسان بيتكلم بمعرفة أو حاجات يعني بيعمل بها يعني إشارة للفكرة الموجودة، أو من خلاله بياخد اسمه شنو راي وبيفرض راي وكده، فممكن أسميه إنسان مؤدلج يعني مثلا. طبعا أنا بقصد الأيديولوجيا السياسية، لأنه الأيديولوجيا أيضا حوار طويل، يعني الأيديولوجيا ممكن تتمارس يعني برضه في الحياة بتاعتنا وكده. فعموما تحليل الخطاب هو مجال معرفي، مجال علمي اتجه الآن حتى وصل يعني للخطاب المعرفي اللي هو مرتبط بالفيزيولوجيا بتاعت الإنسان والعقل وعلم النفس وكيف العقل بتاعنا بيشتغل. فهو مجال معرفي بحت تعبوا فيه يعني الناس، طلعوا منه يعني خلاصات ارتبطت بطبيعة الإنسان نفسه، ارتبطت بإنتاج الإنسان نفسه، ارتبطت بكيف الإنسان ده بيقدر يتواصل، كيف الإنسان ده بيقدر يقنع، كيف الإنسان ده بيقدر يمارس حياته في البيع والشراء، في إنه يمشي يتزوج، يتقدم يقنع العروس عشان يعرفها، في إنه يقنع سيد الدكان يشتري بثمن أرخص، أو سيد الدكان يعني يحنكه وكده. فالمجال بتاع تحليل الخطاب هو مجال علمي آفاق وآفاق كبيرة جدا مرتبطة بالقضايا مثلا العامة السياسية، القضايا العامة الاجتماعية وحلول المشاكل الاجتماعية، القضايا العامة في مسائل الجندر اللي هي التنوع الجنسي والحاجات دي، القضايا العامة في علم النفس برضو، وخصوصا علم النفس الجماعي يعني، أو علم نفس الجمهور مثلا.
وكثير كثير من المجالات المرتبطة بتحليل الخطاب. فهو يعني عنده تشعبات، التشعبات دي بيفرضها يعني عليك، يعني او بيفرض التشعبات دي انت كيف بتقدر تحلل الخطاب. مثلا انت ما بتمشي مثلا تفتش بطريقة عشوائية، انت بتشوف، فهو بكل بساطة نحن هنحلل العنوان ده وهنعرف ليه الخطاب السياسي تحلل بالطريقة دي، وليه نحن اخترنا المنهج ده وليه كده. فهو مرتبط ايضا بالمنهج، واختيار المنهج هو اللي يساعدك لانك تحلل الخطاب بطريقة مميزة. يعني منهج تحليل الخطاب الاجتماعي مثلا بندرس الثورة من ناحية اجتماعية، عملية التواصل الاجتماعية اللي حصلت بدون ما أمشي مثلا للسياسيين والخطاب السياسي اللي هو عنده أنماط بتاعة اشتغال محددة. تمام. أهمية الخطاب وواقعة نحن. طيب الخطاب زي ما قلت قبل في بداية كلامي، هو مرتبط بحياتنا اليومية. يعني نحن في الأسرة في البيت بنعيش حالة بتاعة خطاب. كيف فرضنا إنه دي أنثى تشتغل يعني في البيت مثلا شغل محدد وبتعمل حاجة معينة، كيف دي أم وعندها برضه شغل معين وشغل محدد، ده أبو برضه بيمشي الشغل وبيمشي كده، وهنا كيف أنا ولد أعدل وأشيل وأعمل الحاجات يعني اللي ما بتقدر على مثلا الأنثى، افتراضا على إنه ده الصحيح، يعني اللي هو بيشنط الإطار الاجتماعي بتاعنا. ولذلك الخطاب هو مرتبط بواقعنا تماما، وفي نفس الوقت عنده أثر قبلي وأثر بعدي. فنحن لو ركزنا مثلا قدرنا نحلل الخطاب، قدرت تكتسب مهارة تحليل الخطاب وقريت فيه وكده، هتقدر تشوف حاجات استشرافية خطيرة جدا من خلال اللغة، من خلال الكلمات، من خلال تفسير اللغة دي وربطها بالنسق الثقافي، يعني الكونتكست الثقافي التاريخي المرتبط بالكلمة اللي اتقالت دي. تمام. وأنا كاتب كلمة حنكت دي وهعملها شرح بسيط كده بالنسق الثقافي ده نفسه. ألو ألو، ايوه الحبيب، أيوة تمام، أنا عايز أطمن بس إني موجود. لا لا يا اخي انت موجود ونحن موجودين معك طوالي مرحب مرحب. أيوة ومستمتعين جدا والله. أيوة بارك الله فيك. طيب ليه بنصنف الثورة السودانية ثورة خطاب ولغة؟ ده حيكون فيها تفصيل أيضا في الحلقة دي نفسها. طيب الثورة السودانية هي قرار بتاع شعب سوداني، قرار بتاع أشخاص موجودين في إطار جغرافي محدد، ارتبطوا بحالة وجدانية واحدة وكذلك حالة مادية وحالة براغماتية، يعني اللي هو مشكلة الاقتصاد ومشكلة الحاجات دي ارتبطت بهم كلهم مع بعض، وقرروا إنه يخوضوا ثورة. شكل الثورة دي بتحدد لنا هل الثورة دي ثورة خطاب ولا ثورة مثلا اتجاهات تانية وكده. عموما الثورة ما ممكن نقول إنها مع ثورة خطاب، أي ثورة هي ثورة خطاب، هي ثورة بتاعة تغيير خطاب، هي ثورة بتاعة بناء خطاب جديد، هي ثورة بتاعة تغيير الخطاب ونغير به الواقع، لأنه نحن ثورتنا اتعملت وتحددت واتكتبت في عقول كل واحد فينا قبل ما نطلع الشارع. تمام. كتبت الآمال بتاعتنا، أحلامنا، لما استشرفنا وشفنا صورتنا نحن بعد الثورة دي تنجح هنكون عاملين كيف، وبغض النظر عن النتائج الآن، يعني بتكلم عن الحالة اللي كنا فيها في الوقت ذاك، هي اللي خلتنا نطلع وكده. فهي ثورة خطاب، دي حاجة مجردة أو دي حاجة طبيعية. طيب شكل الخطاب ده طبعا هو خطاب سلمي وكده، ودي فيها تفصيل لقدام. طيب ثورة خطاب ولغة، اتميزت الثورة السودانية بأنها ثورة لغة، لأنها يعني ما استخدمت سلاح آخر، أو كان أقوى أسلحتها هو اللغة، لأنه في يعني في الحركة، في شكل الصورة بتاعت المظاهرة زي الصورة اللي قدامنا، في ال يعني اسمه شنو الصورة الأيقونية اللي اشتهرت في العالم، اشتغالنا عشان نوري العالم شكل الثورة بتاعتنا وعايزين نصل لشنو كده. فعموما هي اللغة برضو ما بنقصد بها الكلام اللي هي التلفظ أو إطلاق الكلمة مثلا، اللغة نحن بنقصد بها يعني، وأيضا مرتبطة
بإنتاجنا الثقافي وبلغتنا وكده. فاللغة أنا ما بقصد بها اللغة العربية، اللغة الإنجليزية أو كده، أنا اللغة بقصد بها المجال بتاع اشتغال اللغة، تمام؟ إنه المعجم اللغوي في الثورة دي كان معجم سلمي، سلمية سلمية ضد الحرامية، ثورتنا سلمية، كل الخطابات دي، كل الحاجات دي هي أسست لخطاب لغوي بحت يتضمن لحاجة اسمها أفعال كلام. يعني احنا وده علم واسع جدا، على الكلام والتداوليات والحاجات دي برضه جزء كبير منه في تحليل الخطاب، وده من المناهج اللي اعتمدت عليها في البحث. فافعال الكلام دي انه احنا بن الكلمه هي ذات الفعل، تمام؟ نحن مرقنا، مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا، تمام؟ نحن مرقنا، وانت قلتها بالكلام وممكن لسه انت قاعد في البيت، تمام؟ نحن مرقنا خلاص، عملت الفعل بتاع الكلام. ودي طريقة مبسطة فقط لشرح أفعال الكلام، ولكن هي يعني عملت ثورة في عالم تحليل الخطاب، يعني أفعال الكلام والمجال بتاعه. طيب، إطار الاشتغال في المادة العلمية المقدمة، زي ما طرحت قبل، مادة تحليل الخطاب هي مادة علمية بحتة، متعوب عليها منذ الأزل، يعني منذ أرسطو وأفلاطون والخطابات، يعني تحليل الخطاب اللي مارسوه يعني في نقدهم يعني للمجموعات الثانية اللي بيواجهوها وغيرها من الاشتغالات دي. فإطار المادة دي مادة إطار علمي يحترم المجال العلمي نفسه لتحليل الخطاب. يعني أنا لما أجي مثلا أشتغل لي بحث زي ده وفي النهاية أميل للعاطفة بتاعتي، فأنا بشعر إني خسرت نفسي كتير يعني. وعموما يعني الشباب اللي هيشتغلوا أبحاث إن شاء الله في مقبل الأيام يفكر في الحتة دي، إنه إطار العلمي كتابي القدامي ده عبارة عن إنسان اجتهد اجتهاد شديد عشان يطلع عليه الخلاصات دي، واتعمل عليه تحكيم كتير جدا عشان الكتاب ده يطلع، ودار النشر طبعه وتطلع عليه كده. فأنت ما تستهين بالاسم العلمي للحاجة اللي تدرسها، بل ابحث فيها واشتغل بجدية، اشتغل بكده ونتيجة تلقاها أكيد يعني، وفي حياتك يعني وفي مستقبلك. طيب، طبيعة المادة المقدمة هي في الخطاب، أي في مجال اللغة واللسانيات، اللي هي كيف نحن بنأول من خلال اللغة ومن خلال الخطاب بنأول الأحداث اللي حصلت. وبنقصد بالأحداث اللي حصلت، الأحداث اللي حصلت في الخطاب، يعني الجول اللي قاله عمر البشير زي ما شايفين في الصورة، أو الجول اللي قاله عمر الدقير في الصورة الثانية. عمر البشير طبعا لابس عمة مثلا اللي ما بيعرفوه وكده، لابس جلابية بيضاء وفي طرف ميكروفون ظاهر، وعمر الدقير لابس بدلة وهو على اليسار، عمر البشير على اليمين. فطبيعة المادة المقدمة هي بتشرح وبتفسر اللغة اللي يتكلموا بها الاثنين دول مثلا، وكيف هم قدروا يقنعوا الناس من خلال المصطلحات اللي بيقدموها في اللغة دي، وارتباطها بثقافتنا وارتباطها بوجداننا وبسياقنا اللي عايشين فيه وكده. كل واحد وجهة نظره قوية جدا ما هينا. فيعني أنا برضو يعني بقول لكم إنه لما نقول مثلا استطاع البشير أو وقدرة البشير تظهر في الخطاب لما قال كده، وقوة مثلا كده، فدي أنا ما بقصد البشير، أنا بقصد البشير كيف استفاد من لغتنا نحن، من لغة السودانيين، من عاداتنا، من تقاليدنا، ودخلها في خطابه عشان يوصل هدفه المحدد الموجود في بعض السطور، يعني ما موجود بالصورة الكبيرة، تمام؟ من بداية ما يطرح بالآيات القرآنية لحد ما يوصلك للهدف بتاعه يعني. فهي صيرورة أو يعني استراتيجية مبنية بنظام شديد يعني. طيب، هل أقنعته تعني حنكته؟ فأنا أتخيل لي حكاية إنه السودانيين اعترفوا، أنا ذاتي كنت كده، أو أنا ذاتي إلى الآن كده بصراحة يعني، إنه أعترف إنك أقنعتني، وإنك يعني إن أنا شكرا لك لأنك أنت وجهتني مثلا، أو شكرا لك لأنه أنا مشيت بالطريق ده، أو بدون شكر يعني، المهم والله أنا اقتنعت بيك يا مان، خلاص تمام، انا همشي برايك يا مان، تمام، كده نجرب ان شاء الله ما نتمقلب، تمام.
لكن الموضوع ارتبط لنا بحاجات تانية. أنا عن نفسي يعني كنت وما زال بقاوم في الحاجة دي، إنه ما أقول يا أخي أنت أقنعتني. ارتبطت ببنية اجتماعية موجودة في عقلنا بأنه أنا حيتحنك، يعني حنك يعني هي ما كلمة غير عربية أو ما كلمة سودانية بحتة، موجودة في القرآن الكريم بنفس المعنى وبنفس الصورة دي، إنه الشيطان بيحنك يعني بيجر الزول من الحتة دي بالغصب، تمام؟ فحنكته هي يعني لغير يعني عارفين بالثقافة السودانية من الشباب الحضور في المغرب أو من أي دولة أخرى، حنكته وهي بتعني نصبت عليه مثلا أو استطعت إقناعه في أمر يعني غير صحيح، يعني غير في مصلحته، يعني حيضره مثلا. ده الجانب كده يعني مجرد. ولكن عندنا مشكلة في السودان أنا يعني بحاول أعالجها في نفسي، لأنها مرتبطة برضه بثقافتي وكده، إنه أقول يا أخي أنا اقتنعت بكلام الزول ده. وكذلك يعني كوننا اقتنعنا مثلا، ولما نقول مثلا إنه عمر الدقير نجح في إقناع الشعب السوداني، ما معناها الشعب السوداني ضعيف عشان كده اقتنع، ما معناها الشعب السوداني بتحنك أو كده. أو البشير مثلا لو قلنا مثلا أقنع الشعب السوداني في خطاب ما أو في كده، وعنده قدرة في إنه يقنع الشعب السوداني وكده، برضه ما بنتكلم على إنه البشير حنكنا ولعب علينا ودور علينا وكده. لا، الموضوع مرتبط بقدرته البحثية، هو في إنه يفتش فيك أنت، يطلع الحاجات المرتبطة بوجدانك وبحاجاتك وبواقعك، وفعلا أنت بتكون مقتنع ويعني راضي بالحاجة يعني اللي هو بيقول لك، تمام؟ فما بتكون ما بتشكل لك يعني مشكلة، يعني غير الكلمة إنك تقول أو تقول إن أنا اقتنعت بالكلام ده، شوية بنشوفها فيها تقليل مننا وكده. فعادي عمر الدقير اقنعنا وخلينا نطلع الدورة دي، ويعني خطابه قوي جدا وقدر يعني يحقق يعني طموحه في انه 6 ابريل الناس تطلع القياده العامه. نجح لانه ادى اطار اجتماعي، ادى رؤيه تاريخيه، ادى مثال تاريخي قوي جدا، قدر يربط كلامه بالواقع السوداني والسودانيين وكده. ف المهاره دي خلته هو يقدر يقنع الناس دي، لكن ما ضعف فينا نحن عشان نقتنع. أستاذ طارق، رأيك شنو في أقنعته وحنكته؟ والله يا اخي، انا طبعا انا واحد من الناس دائما بحاول يعني اخش اي ديسكشن باوبن مايند، أيوه باعتبار انه انا ممكن اكون على خطأ يعني، نعم كويس، او الزول الثاني ممكن يبصرك بحاجه انت ما شايفها، صحيح وزي ما بيقولوا الحكمه ضاله المؤمن، مش نعم اينما وجدها فهو اولى الناس بها يعني. نعم نعم بعدين زمان انا يعني ابوي من زمان من صغير بيقول لي الراي هميره، يا بمعنى سلام انه سلام ايوه، بمعنى انه انت ممكن تكون شيخ القبيله لكن ممكن تلقى الراي الراعي في الخلا، يا سلام كويس، فانت لازم تكون اوبن مايندد بحيث انه and this is how you grow. ايوه اذا انت ايوه بقيت بس فيكس للايدياز حقتك، لانه اصلا انت you tend to think بطريقه محدده بالمناسبه حسب الحاجه اللي اتعلمتها، التنشئه، سلام الغيره، يا الكذا. سلام يا سلام لما تيجي تتواصل مع زول، الزول ده بيكون بيفكر بطريقه مختلفه، he will challenge the way you think حتى about نفس الشيء. فانت ايوه اذا سمعته باوبن مايند انت كده you will stretch your brain، ايوه ففيدك انت ذاته في طريقه تفكيرك. يا سلام يا سلام ايوه، ايوه فانا ده بالنسبه لي، عشان كده قصه انه يتحنك ولا ما يتحنك ما اصلا بالنسبه لي دي ما مشكله، لانه بفتكر انه الزول اذا حنكني وانا يعني للحاجه الصح is good. الا انت لكن في كلامك انه كلمه حنك دي هي فيها نيجاتيف كونوتيشن، مش ايوه ايوه هي انت في يعني الطاره. انا قصدي انه مثلا كلمه اقنعته، لما انا اقول اقنعته او الزول ده اقنعني، ده اقوله مثلا في اجتماع او كده، في طبيعتنا ما بنقدر نقول والله انا اقتنعت بكلامك مثلا، او يا اخي كلامك صحيح وانا حامشي به ومظبوط تمام، في حاجات كانت غايبه عننا متفق عليها، لانه في تصورنا في داخلنا ما بنقول طبعا حنكته التلفظ بتاعه، ولكن في خطابنا الداخلي حنكته هي نفسها اقنعته.
يعني هي صورة سلبية عن كلمة أقنعته، فالإقناع هو عملية مختلفة عن الحنك أو النصب أو الحاجة دي يعني. ايوه بالضبط كده. ايه أيوه. اي نعم المثال بتاع الراعي هميرة، هميرة، الراعي قلت هميرة، كده المثال بتاع أهميرة. الراعي هميرة، المثال بتاع الراعي هميرة، يعني شوف نحن كيف مثال الأمثلة والمثال. والمناسبة مجال التحليل الخطاب أيضا بتشتغل في الثقافة الشعبية، لأنه تطلع فعلا إنه نحن عندنا اشتغال فلسفي في كل الحياة بتاعتنا. فده حسي ده ده أيوة. دي دي ده رأي فلسفي، ده يعني دي فلسفة اللي قال لك والدك، ده هو فلسفة. بيمارس الفلسفة يعني، بيمارس أيوة صح. الحكمة يعني. تمام. فالرأي هميرة يعني أنا لو مثلا ماشي في الشارع ولقيت شافع مثلا قال لي يا عمو يا أخي ما تعمل الحاجة الفلانية، أنا بطبيعتي ما بقبل مثلا الرأي يجي من شافع بتنشئتي كده، يا أخي أنت شافع تقول لي الكلام ده، أنت مالكم اللي ولا كده وهنا، في حين إنه الشافع ده ممكن يعني الله ساي أجر الكلام في لسانه يعني، إنه يقول الكلمتين دي لأنه شاف أبوه امبارح وقع عليه نفس الغلط بكل بساطة يعني. تمام. فهو قال المعلومة دي، فدي حاجة برضه هنشوفها بعدين، اسمها الميتا لانجويج، اللي هي ما بين خطاب، او بيسموها ثاني عندها مصطلح اسمه التناص. تمام. اللي هي كيف نحن كل كلامنا ولغتنا وكده هي عبارة عن حاجات مأخوذة من تاريخنا القديم، من أحداثنا السابقة، من كده يعني. يعني كل الكلام اللي نحن حاسس، حتى المثال اللي اديتني لو ده اسمه مثلا خطاب مباشر، قلت لي ابوي قال، اللي هو نقطتين قوس، ابوي قال كده 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 كده. تمام. سيتيشن هو اللي هي اقتباس مباشر. تمام. فنواصل، نتكلم هنا عن طبيعة خطاب الثورة السودانية، أو طبيعة خطاب الثورة في العموم. دائما خطاب الثورة بيكون خطاب مكثف، خطاب فيه يعني المجادلة المباشرة، فيه الرد والاستجابة، فيه يعني الضغط الرهيب في إنتاج كل المقدرة الإبداعية اللي بيتكلم بها المحاجج أو الزول اللي بيقدم يعني للناس رأيه، أو بيحاول يثبت رأي للناس. فكثافة الخطاب كانت في مستواها الشكلي، حتى على اننا كلنا نحن عملنا لايف في الفيسبوك، تكلمنا في الثوره، كلنا حاولنا نوصل راينا في الواتساب، في وسائل الاعلام، في كده. فكان عباره عن كانت عباره عن كثافه لغويه وكثافه خطابيه موجوده في يعني عند الجمهور وعند المجتمعات بتاعتنا، وكذلك كثافه قويه جدا في عند السياسيين، اللي هنا هنعتمد على الخطابات بتاعتهم عشان نشرح كيف الخطابات دي كانت مكثفة جدا. طيب الحراك السلمي داخل اللغة، ودي قبلك ذكرتها، قلت انه حراكنا السلمي ده يعني كان في لغتنا اول حاجة، كان في طبيعتنا، كان في تعاملنا، كان في الله يديك العافية، عافيت ليك يا زول امشي. الطبيعة المتصوفة مرتبطة بحاجات كثيرة جدا فينا خلتنا نختار الاختيار ده، وأهم شيء ارتبطت بالتاريخ بتاعنا. يعني نحن التاريخ بتاع الثورة السلمية ارتبط في لغتنا، يعني ارتبط في إنه نحن جربنا ثورة سلمية ونجحت. فالتجربة دي بقينا نتكلم بها نحن في اللغة يعني، وبنتكلم بها في اسمه شنو يعني، في كل الحاجات اللي بنطلعها. قيمة الثورة أصبحت هي في إنها حراك سلمي، ودي الحاجة اللي يعني بتمنى إنها تكون هي الأساسية، إنه نكون نحن سلمي، السودان يكون هو الدولة السلمية. تمام. السلم هو ما تنازل أو يعني خضوع أو كده، بالعكس الخطاب السلمي هو أقوى خطاب. ليه؟ لأنه الخطاب هو سلاح السلمية. تمام. طيب إن شخصية الرئيس ده لأحد العلماء قال إن شخصية الرئيس التي تكون مرما لتصويب المعارضة تجد أقوى أسلحتها المضادة في الخطاب الرئاسية نفسها. اتخيل معي كمية الحاجات اللي حتضيعها لما أنت تتجه لأنه تحول سلاحك لسلاح طق طق
وتضرب الزول اللي بتقتله ده، في حين ان انت ممكن تعمل قوة تاريخية ووجدان تاريخي كامل وتخلق سودان جديد في وعي الناس بتاعك. السودان الجديد ده مستحيل، يعني اذا انت الشعب اقتنع والناس اقتنعت مستحيل في يوم من الايام ما يزيلوا الزول ده وما يشتغل، يعني يبعدوه من السلطة. وفي أمثلة كثيرة في الثورات العربية كانت اشتغلت شغل يعني منظم سنوات طوال، وفي مناضلين عندنا في السودان أيضا بيشتغلوا شغل طويل. الواحد تقول له يا أخي حياتك هناك كده، لكن عارف إنه أنا لما نشتغل لما نوعي الناس. والسؤال هو ليه زمان إحنا بيجوا يعتقلونا؟ عشان لما نتكلم نوعي الناس بيجوا يعتقلوك، ما هي كلمة بتقولها. إذا لأنه يا إما هو عارف ضعفه في الخطاب اللي هو الرئيس او النظام، يا اما او الاثنين هما مع بعض، يعني الامتين مع بعض. يا اما هو عارف ضعفه وعارف قيمة اللغة وعارف قيمة الخطاب ومقدرته على انها تقنع وتحول وتبدل الواقع بتاعنا. فالسلمية كانت سلاحنا وكانت قوتنا الحقيقية عشان نحقق النتيجة بتاعتنا تحت الثورة. طيب هنيجي هنا لتفكيك العنوان وضبط المصطلح. طيب هنبدأ بأنساق والنسق أو النظام أو اللايوت. هو الحاجة المنظمة والمرتبة اللي بتكون مرتبطة بعملية، تمام؟ زي ترس الساعة القديمة لو بتتذكر، الساعات اللي بتكون مرتبطة، الترس مرتبط بترس ثاني مرتبط بترس ثالث، الترس ده بيكون شغال لحد ما يطلع لك النتيجة بتاعتك في عينك اللي هي الساعة 5 والساعة 6 وكده يعني. فالنسق ده هو التسنينات الثقافية دي، التروس دي، تمام؟ فيها ثقافة، فيها تاريخ، فيها قيم، فيها وجدان، فيها حاجات ان احنا بنتواصل بيها، فيها لغة محددة بنتكلم بيها مع الأبو مع الأم مع الخالة مع زول في الشارع مع الأصحاب مع كده، تمام؟ وفيها كذلك معالجة معلوماتية اللي هي المرجع بتاعنا اللي بناخد منه الأفكار والبناخد منه الرأي والبناخد. كلنا نحن بنعتمد على المرجع، كلنا بنعتمد على الحاجات في تاريخنا موجودة فينا، يعني في طبيعتنا، تمام؟ طيب التواصل هو عملية طبيعية بيقدر عليها كل باث ومتلقي. وباث ومتلقي ده أنا ما خطيت مثلا كل إنسان يعني بيفهم او كل انسان عاقل او كده، كل باث متلقي، القطه والفار والضج يعني الكلب والحاجات دي كلها هي بتتواصل معانا ونحن بنتواصل معاها، وهي عندها تواصل ما بين مع نفسها، عندها بث واللي هو يعني تعبير واستقبال، تمام؟ فهي عمليه طبيعيه تماما موجوده في كل اشكال الحياه، تمام؟ عملية لديها قاعدة منتظمة، يعني كل إنتاج فيه تواصل مع الآخر، تمام؟ هو منتظم ليس عشوائي، تمام؟ وبتحاول بالعكس تفرض الشكل المنتظم ده. كل عملية بتاعتنا بتفرض المنهج ده، فنحن المناهج موجودة عندنا في مخنا، يعني ترتيب المنهج والحاجات دي، فبتبتعد تماما عن الشكل العشوائي وبتكون يعني مرتبطة بالهدف للغايه اللي دارين نصل لها، مرتبطه بروز الفكره نفسها عشان تحقق الهدف ده، مرتبطه بمستقبلك مثلا بعد تحقق الهدف، مرتبطه بصوره الناس عنك لما انت تحقق الهدف، مرتبطه بصوره الناس عنك لما تفشل في تحقيق الهدف ده. فكلها دي تنظيمات محدده عشان احنا نتواصل مع الاخر. التواصل الآن يعني أيضا مرتبط بحاجة اسمها علم التداول. علم التداول ده كله حرف وكله كلمة وكل حاجة بننطقها فيها نسق تواصل وفيها ترتيبات وفيها نظم تواصلية متعددة. طيب الشبكات الاجتماعية اللي قلناها دي اللي هي زي ما قبل ذكرنا المثال بتاع الأسرة في البيت وكيف هي تأسست، إنها دي شبكة اجتماعية، وكيف إنه يعني الجيران مثلا 200 مثلا ما يطلعوا بالحيط عشان ينادوا الجار الثاني، 200 مثلا يقفلوا النفاج مثلا في بيوتنا السودانيه الجميله فيها الكرم،
200 مثلا يمارسوا خصوصية في حياتهم، برغم إنه إحنا مثلا في الجيرة بتاعتنا إلى الآن منفتحين وعندنا علاقات، يعني ناس البيت زي ما بقول هم كلهم ناس الحلة، فدي شبكات اجتماعية. طيب القواعد اللغوية المقصودة هي الارتباط باختيارنا للغة في حدث محدد اللي هو في سياق معين، في معاجم، في كل لحظة في معاجم. أنا الآن في خطابي معاكم ده خطاب معرفي إعلامي الاثنين مع بعض، ففي معاجم بختارها اللي هي كلمات بقدمها أنا وبختارها بشرح بيها الحاجة بتاعتي. طيب عملية القدرة على التحكم في التواصل تؤدي لبناء سياسته المضمرة، تمام، وهنا بيبرز لنا كيف بيستفيد السياسي وكيف بيستفيد الإعلامي وكيف بيستفيد المحاضر وكذلك الطالب حتى، وكيف بيستفيد المغني وكل الناس العايزة استراتيجية عشان تتواصل بتركز في الحاجات دي وبتظبطها وبتحقق ارتباط بيها. والحاجات دي يعني في ناس مكتسبة المهارة دي طبيعيا، يعني بيكونوا إعلاميين بطبيعتهم، بيكون يعني بيقدروا يشتهروا بطبيعتهم، ووسائل التواصل الاجتماعي اثبتت لنا الحاجة دي يعني بصورة واسعة. فالسياسة المضمرة في إنه يحقق الهدف بتاعه بتحدث عبر التركيز في عملية التواصل. طيب الحجاج أيضا هو عملية طبيعية بيقدر عليها كل باث ومتلقي، زي ما ذكرنا قبل ما هو من هو الباث والمتلقي، تمام. الكديسة بتقدر تقنع برضو أمها إنها يعني جعانة وإنها دارت تلعب معاها أو إنها كده بكل المستويات يعني. فأيضا الحجاج لو جينا فصلناه مثلا بنلقاه هو عملية طبيعية موجودة فينا. طيب مصطلح حجاج نفسه وفكرته يعني شنو؟ طيب الحجاج هو ممكن نقول لحظتنا اللي بنتواصل فيها مع التاني نحن نمارس حجاج، اللي هي كل كلمة نحن بنطلقها بنحاول نقنع بها الآخر في إنه أول شيء هو يرد علينا، تمام؟ إنه أنا أخلي الزول الثاني يرد علي، أنا كده أقنعته إنه يرد علي. فدي أول نقطة بتحصل في الحجاج. الحجاج أيضا يسمى بالبلاغة، ونحن ارتبطت عندنا في مدارسنا في السودان البلاغة بالتشبيه بالاستعارات، يعني الاستعارة اللغوية داخل النص بكده يعني. فالحجاج لكن كلمة بلاغة في مجال تحليل الخطاب يقصد بها التبليغ، اللي هي الوصول للآخر وبناء يعني حجاج عشان توصل له وتحاول تقنعه. طيب القدرة على الإقناع في المواقف التي تظهر الحاجة فيها إليه، دي نصا كده أخذته من تعريف أرسطو للحجاج، تمام، أو تعريف أرسطو للبلاغة، تمام. الآن علم التداوليات وعلم الحجاج يوصل مرحلة إنه أي لحظة نحن زي ما ذكرت قبل بنتعامل فيها مع الآخر هي فيها ممارسة حجاجية. فهنا أرسطو مثلا حدد إنه نحن بننظم الحجاج بتاعنا عشان نقنع به والآخرين لما نحتاج له. وهنا بيتكلم عن تصنيف جديد صنفوه وهو المناظرة، ففي فرق كبير بين المناظرة والحجاج. طيب الوسائل الطبيعية في الحجاج اللي هي دي الوسائل اللي انا بتكلم عنها، انه نحن ممارستنا كلها طبيعيه في الحجاج. الحجاج اليومي العام، المحادثات، لقائنا مع الاخر، اقناع الوالدين بانها دار العروسه وتقنع الاسره انه انا عايز اتزوج وكده، او اقناع الاستاذ بماده علميه، اقناع رئيس مجلس الاداره بالمشروع المقدمه، دي كلها ممارسه بتاع الحجاج في اليومي والعام. وكذلك الممارسة الطبيعية في الخطاب الإبداعي، عشان كده الخطاب الإبداعي يعني مهم جدا. الخطاب الإبداعي بنقصد به الرواية، بنقصد به الشعر، التأليف الشعري، بنقصد به حتى إنتاج الأغنية، الرقيص، الحركة بتاعة هنا، دي كلها بالمناسبة داخلة في الخطاب. فعشان كده الخطاب احنا ما ربطناه باللغة التلفظ، كل الحركة بتاعتنا هي عبارة عن خطاب، الرسم، الموسيقى بدون غنى اللي هي العزف الموسيقي وكده، دي كلها خطاب إبداعي فيه أنساق ثقافية يعني بتستخدم في الصناعات الثقافية وفي في يعني في
في تأطير المجتمعات عشان يوافقوا بآراء سياسية وآراء اجتماعية وآراء كثيرة جدا. يعني الصناعات الثقافية إنه أنا أصمم مثلا فكرة هدفي منها بكل بساطة، يعني هدفي منها أقنع جمهور ما على المدى الطويل إنه الفكرة دي يعني ناجحة، إنه الفكرة دي مفترض نتجه لها، إنه مفترض إن إحنا نميل للشعب ده أكثر من الشعب ده، يعني كسودانيين مثلا مفترض إن إحنا يكون عندنا علاقة مثلا مع الشعب ده أكثر من الشعب ده. دي ذلك في فيلم بسرد ذكي جدا وخطاب تشعبي وإبداعي ولكن مصنوع، تمام؟ فالصناعات الثقافية ارتبطت ما بين الاثنين، بين الوسائل الطبيعية والوسائل غير الطبيعية. طيب الوسائل غير الطبيعية هي الحجاج في المناظرات العلمية والاستدلالية، زي طرح الحالي ده أنا بحاول أطرح مناظرة علمية استدلالية عبر المصطلحات، عبر التاريخ العلمي للحاجة اللي بقدمها، عبر الروابط المباشرة في الحاجة دي. وكل المحاضرات العلمية، كل المناظرات اللي بتكون فيها مسار علمي، فيزيولوجيا، بيولوجيا، كل الحاجات دي مناظرات بين اثنين بتكون منظمة، بتكون موجودة يعني بطريقة مرتب لها مسبقا، بتكون نقاط جاهزة، بتكون الحوارات جاهزة، زي امبارح المناظرة بتاعت بايدن وترامب كانت فيها مناظرة منظمة، كان فيها واحد متحكم في المتناظرين، يعني برضه أساليب من أساليب السلطة، محددين النقاط اللي حيتناقشوا فيها، محددين الزمن بتاع المناظرة. فدي كلها دي ما عملية يعني طبيعية، دي عملية غير طبيعية. أيضا الخطاب القضائي فيه سلطة القاضي، فيه المحامي اللي بيتكلم باللغة العربية، فيه معجم محدد، فيه تنظيم، أيضا هو خطاب بتاع مناظرة، تمام؟ والخطاب السياسي كذلك أيضا هو خطاب ممكن نقول من ضمن الخطابات غير الطبيعية، لأنه بيتم تجهيزه وبيتم يعني اشتغاله في المطبخ السياسي، وناس في الدكاترة بتاع الخطاب بيشتغلوا الشغل ده بمهارة عالية جدا، وبكونوا متجمعين للمعلومات اللي هو عندنا مثلا كما معروف يعني جهاز الأمن والمخابرات مثلا بيجمع معلومات، بيعمل قياسات رأي، بيعمل شغل بتاع جمع معلومات، في النهاية بيطلع يا أخي مفترض الرئيس، مفترض الحكومة، مفترض كده تتكلم وتقول الكلام ده في الإطار ده، تمام؟ بغض النظر عن رأي الناس يعني. طيب مفهوم الخطاب ودي هنختصرها شوية، طيب عشان ما نسرح. طيب مفهوم الخطاب هو مفهوم سياقي مرتبط بالسياق، تمام؟ عنده زمن محدد، عنده يعني زمن تاريخي معين، ثورة 19 ديسمبر 2018 دي الثورة اللي انطلقوا بها الشباب الصغار ديك من يوم 13 ديسمبر، وطلعوا الشارع مطالبين بالعيش وكده. فده السياق مثلا المعرفي للثورة. أيضا في السياق المكاني، هي ثورة حدثت في السودان في أغلب مدن السودان وكده، هي ثورة أيضا مرتبطة بزمان محدد 18 ديسمبر إلى 11 ديسمبر، وقت سقوط نظام عمر البشير. نحن افترضنا ونحن السودانيين افترضنا إنه الثورة كده نجحت، وإنه خلاص دي الثورة السودانية وده النجاح بتاعها. طبعا دي كلها تمثيلات ثقافية في إنه كيف نحن بنفهم إنه الثورة دي نجحت، تمام؟ من خلال أهو عمر البشير يمشي. الخطاب السياسي يحل كل سياق اجتماعي، يعالج القضايا السياسية إنتاجا وتلقيا، تمام؟ فنحن انتقلنا هنا من الخطاب عموما للخطاب السياسي خصوصا، تمام؟ الخطاب السياسي بياخذ من السياق بتاع المجتمع، الحالة بتاعته، هو وضعه شنو؟ هو محتاج لشنو؟ الشباب هم بيتكلموا عن كده، الشباب اللي طلعوا الثورة ديل، أنا آخذ أفكارهم كلها، آخذ حاجاتهم كلها، أضطرها في إنه أنا صاحب الحل، وأنا القادر على إيجاد الحل لكم، وأنا القادر على تنظيم الحل ده. وبرضه هو بيتوقع التلقي، يعني هو في أثناء في الخطاب نفسه بخطة التلقي اللي هو دايره، يعني من لما تيجي تحلل الخطاب بتلقى هو التلقي بتاعه موجود، والاستشراف بتاعه موجود، والحاجة اللي هو عايزها موجودة كلها. فلما عشان كده لما تستفيد من مصطلحات أو الحاجات اللي بتحلل لك الخطاب بتقدر أنت تمارس ممارسة يعني تأويلية قوية جدا. ينتج السياسيون خطابات منتظمة ومؤسسة لمعالجة القضايا وفقا لضوابط مؤسسية وقيود تحكم إنتاجه وتحد من عفويته، تمام؟ زي ما قلنا كبيرك
بيكون في مؤسسة محددة مثلا بتشتغل الشغل بتاع تجهيز الخطاب، تمام. تجهيز الخطاب مثلا في انه مثلا البشير قوم يا اخي الليلة سافر بورسودان ولاقي مثلا جماعة محددة. فأنا ما بقصد الخطاب زي ما قلت النص، دائما الخطاب هو الحدث نفسه ممكن مرتبط، هو خطاب ليه البشير اتنقل، جه الخبر في الصحافة وكده انه البشير مشى بورسودان ولقى جماعة محددة. طريقة التواصل كانت هنا اللغة في اننا نعرف الخبر، ولكن الخطاب هنا انه البشير مثلا عايز يقابل الجماعة المعينة دي عشان يعمل جذب له ويوريهم الفوائد، يعني أول الحاجات اللي قدمها لهم أو الحاجات اللي هو حيقدمها لهم في المستقبل وكده. ففي تنظيم محدد، في حاجات مسبقة بيتم إنجازها وترتيبها عشان هو يتحكم في إنتاجه، في كلامه وفي لغته، أنت تقول كده وما تقول كده، مفترض تقول كده الوقت ده، مفترض تعلي صوتك، مفترض توطي صوتك، مفترض تفتح يدك، مفترض تحط يدك. يا سعادتك احنا لاحظنا المرة اللي فاتت انه بتحك راسك شديد، بتحب تعمل كده كتير، فيا سعادتك دي بتدل على القلق. احنا دارين انك تتعود انه تتكلم بثبات، تتكلم بكده عشان تقنع لنا الناس دي. باختصار ناس بينظموا لك الكلام بتاعك، بيدخلوا يرتبوا كل حاجة، هدومك، ضحكك، ونستك، كاريزمتك، كل الحاجات دي بيدربوك عليها وبيجهزوك عليها عشان انت تكون قادر على الاقناع وقادر على الخطاب. طيب النسق التواصلي في الخطاب السياسي، احنا لسه في تحت المادة المعرفية انساق التواصل الحياتي في الخطاب السياسي السوداني. عندنا النسق التواصلي قبل ذكرنا انه فعل لغوي منظم بيحمل معجم لغوي اللي هي النسق التواصلي بتاعنا، اللي هو بنقصد به اللغة اللي بنمارسها نحن في يوميا، تمام. فالخطاب السياسي بياخد من الفعل اللغوي المنظم بتاعنا ده ويبني استراتيجيات تواصلية محددة. كل الكلام اللي ذكرته قبل ده هو بناء استراتيجيات تواصلية محددة، بيحدد من خلالها كيف انه يتكلم، كيف انه يتواصل، كيف انه يعلق وكده، تحدد من خلال نوعية النسق. طيب النسق التواصلي بتاعنا هنعمله مثلا احنا الآن نسق مقامي. بنقصد شنو بالنسق المقامي؟ النسق المقامي هو القاعدة الأساسية اللي انت بتخليك تتكلم، خليك تبدأ الكلام بتاعك، يعني الحق في انك تتكلم، المشروعية القانونية اللي بتخليك تتكلم وكده. النسق التلفظي هو كلامك انت نفسه، يعني لغتك انت نفسها. لما انت تجي تتكلم في مثل بيقولوه ناس الجيش، بيقول له يعني عندما تطلق الطلقة تسقط كل الاستراتيجيات، تمام. فبيحاول المتلفظ ده والزول بيتكلم ده انه يحافظ على الترتيب والتنظيم اللي اتعمل له، لكن في نفس الوقت هو في لغه بيطلعها، في كلام بيطلعه، في لحظات وجدانه بيشتغل اشتغال ثاني، يعني دواخله كده بتشتغل اشتغال ثاني مثلا، فبيطلع الكلام بطريقه محدده، ما هي النفس المطلوبه او هي مطلوبه باكثر من اللازم وغيره. طيب هنواصل في نسق المقام في تنظيم التواصل، تمام. النسق التواصلي في ثورة 19 ديسمبر. طيب المقام ده اللي هو قريب للكونتكست، ولكن فيه تفاصيل تانية احنا هندخل فيها، ولكن المقام دايما مرتبط بالخارج اللغوي. زي ما قلت لك المقام التواصلي هو مرتبط بانه الناس دي يرتبوا لي حاجاتي، يرتبوا لي اموري، القاعة اللي انا بتكلم فيها الميكروفون بتاعها يعني محدد لي، يعني مكانه معين، تمام. انا ليه اجيب في الميكروفون ده يتكلم، ليه بحق لي، يعني انه انا الان انا قدامكم اني افتح يتكلم معاكم. فالمقام مثلا اللي انا قدمت بيه المحاضره دي اني مثلا عندي ماستر في تقنيات التواصل وشايف اني مؤهل لاني اقدم المحاضره دي، فدي كل الاسباب اللي خلتك انت تسمعني، ودي كلها دي المقامات اللي خلتني اتكلم معك. وطبعا بالاضافه للمقام التواصلي في شكل الحاجه، يعني اللي هي المنفذ بتاعي اللي هو السوشيال ميديا، دي برضه حددت لي شكل الخطاب بتاعي، انه الجمهور بتاعي هو جمهور عام
في مبادرة الباحثين السودانيين، جمهور عام هو متعلم ومثقف، وفي نفس الوقت في مجال في المجال اللي أنا بقدمه هو جمهور عام. فنسق المقام في تنظيم التواصل له أهمية كبيرة جدا، ونسق المقام في تنظيم التلفظ الداخلي اللي هو لغة الخطيب نفسه، الزول اللي بيتكلم نفسه أو بيطلع اللغة دي. يعني عمر البشير لما يقول قال الله تعالى، ومثلا يصلح الجلابية ويعمل هنا كده، فدي كلها تلفظ داخلي، دي حاجته هو. الحاجة دي عندها استراتيجيات داخلية، لما نستعين مثلا بكلام، لما يعني هو لما يقول قول الله تعالى ابدأ يهيئ نفسه مثلا عشان يوريك انت انه الآية دي عظيمة قدر شنو مثلا ده يتكلم فيها. مثلا لما نستعان واعتصم بحبل الله، بيوريك انه كيف انه انا حبل الله ده، انه انا هنا. وده حنشوفه في الحجاج، كيف انه بضع التمثيل عشان هو يثبت لنفسه ويثبت للآخر انه هو حبل الله، هو اعتصم بحبل الله. وكذلك طبعا في الأمثلة تحت المعارضة كثير جدا، في حاجات تلفظية، وفي أمور كثيرة جدا دخلت يعني وخلت الخطاب يتطور بطريقة محددة. المقام التلفظي أو المقام في تنظيم التلفظ الداخلي اللي هو اللغة اللي بينطقها الخطيب ده، هنشتغل إن شاء الله في الحلقة الثانية. فهو داخل لغوي خاص بالخطيب، عنده حاجات بتطلع في صورته في لحظة الإنتاج. طيب، محددات منفذ التواصل. طيب نحن هنا في استراتيجيات التي حددت نسق المقام التواصل. طيب بنقصد شنو باستراتيجيات؟ استراتيجيات هي تقريبا نفسها نسق، يعني ما هي الأنساق التي حددت المقام التواصل في ثورة 19 ديسمبر. ولكن كلمة استراتيجيات هنا بنستفيد منها في شنو؟ في إنه يعني كل مندمج، كل حاجة يعني احنا بنطرحها هي مرتبطة مع بعض، هي عندها علاقة بالأخرى. يعني مثلا النسق هو بحدد لي بس وتيرة معينة كده بتوصل لي النتيجة، ولكن الاستراتيجية هي نتائج كثيرة في إنتاج كثير عشان يصل لنتيجة واحدة مثلا. تمام. الاستراتيجيات اللي اتبعت في المقام التواصلي في ثورة 19 ديسمبر، من ضمنها حاجة اسمها المنفذ التواصلي. المنفذ التواصلي زي ما ذكرته، من اللي بيقدر يتكلم في ثورة 19 ديسمبر ويمثل نفسه انه هو المعارضة ويمثل نفسه انه هو النظام. تمام. ولمنو هو بيتكلم؟ هل هو هيتكلم مثلا للشعب الصيني، للشعب الكوري، للشعب كده؟ طيب، فهو بحدد انه بتتحدد انه هو مفترض يتكلم مع متلقي سوداني عنده خلفيه حول الكلام اللي هو هيتكلم عنه، وعنده معرفه باللغه الحرفيه، وعنده معرفه كذلك باللغه الثقافيه الموجوده. عن ماذا يتكلم؟ وهنا الصفه القانونيه في انه طرحك انت هيكون في ياطو اطار، وفي ياطو طريقه، وبياطو كده. وعن ماذا دي نركز فيها، لانه هي فيها اختراقات كثيره من قبل عمر البشير يعني، وبتدلل لنا انه ممارسه السلطه الدكتاتوريه كيف برزت من خلال اللغه. تمام. فاللغه دي يا جماعه والله يعني حاجه خطيره جدا. طيب متى يتكلم؟ طبعا الكونتكست الزمني او السياق الزمني. طيب في اي سياق اللي هو حددناه بانه ثوره 19 ديسمبر ومواعيده من كده لكده، فهو حيتكلم في الثورة دي وأسباب الناس خرجت من وجهة نظره، وإن السياق بالنسبة له مختلف عن السياق اللي بتقدمه المعارضة. طيب، محددات المقام التواصلي بالنسبة للنظام. طيب، في منفذ التواصل حيتكلم لنا طبعا عمر البشير في كل الخطابات اللي بتخلي خطاب النظام يكون قوي، ودي جزء من ضعف الخطاب بتاع النظام، انه بيخلي عمر البشير هو المتحدث فقط. تمام. ودي ما حاجه يعني عشان ما يقول مثلا انه نحن بنستهين بالخطاب بتاعكم ولا كده، يعني الجماعه التابعه للبشير او الجماعه التابعه للمعارضه، هو لا، خطابه كان قوي جدا، هو انسان عنده مقدره في التواصل وكده، وبكل شجاعه انا بقول الكلام ده. المقام التواصلي للبشير في انه هو اللي يكون المتحدث باسم النظام كله،
تشكل يعني مشكلة كبيرة يعني في حاجات معينة. من ضمن الحاجات دي إنه ثورة 19 ديسمبر كانت أساسا اقتصادية، فالبشير ما عمل يعني ما كان ذكي في إنه يحول الخطاب بتاعه لخطاب معرفي اقتصادي مهني. هنشوف كيف في النتائج بعدين إنه كان في خطاب ثالث ما بين خطاب النظام وخطاب المعارضة في الخطاب المهني، تمام؟ فهو حاول في بعض الأحيان يوري إنه نحن بنشتغل تحليلات، بنشتغل يعني شغل علمي، بنبحث، بنشوف الحاجات دي، ولكن المشكلة في إنه ما قدر يثبت سلطة علمية على الخطاب. ليه؟ فيه نفسه. يعني نحن بنتكلم عن شخصية 30 سنة بتجيب قدام الناس بتوعدهم، بتقول لهم أنا عملت لكم وأنا هعمل لكم وأنا كده 30 سنة، يحاول يبرر هو عمل كده ليه او هو هيعمل كده ليه او هيتجه الاتجاه ده ليه. فال30 سنه دي يا الرئيس عمر البشير ما قدرت تلقى لك وسيله انك تسوق البلد دي يعني لصوره، مثلا صوره بس ما حقيقه، يعني لصوره بتاعت الدوله بتاعت مؤسسات او متخصصين. يعني عمر البشير بيقول مثلا، ما شفت انا عمر البشير في ندوه كده بيقول يا اخي انا طبعا ساقدم طرح الان يعني كده ده في اطار معرفتي العامه، ولكن طبعا المؤتمر ده مؤتمر اقتصادي خاص بالاقتصاديين وكده. فعمر البشير ما مارس الممارسه دي، ودي كانت نقطه ضعف شديده في انه الرئيس. ونقطه ضعف دي موجوده طبعا في اغلب الدول العربيه، كذلك في تونس في ثوره الياسمين، في الجزائر، في كلها كان الرمزيه الاولى هي رمزيه الرئيس، تمام؟ طيب لمن بيتكلم الرئيس؟ الرئيس بيتكلم لثلاثة، ما بيتكلم للشعب السوداني، هو بيتكلم طبعا للسودانيين ولكن ما بيتكلم للشعب السوداني السائر، لأنه هو ما موافق بالثورة أصلا وما متفق بأنه تحصل ثورة لأنه هو الرئيس يعني. فثلاثة شخصيات أو ثلاثة متلقين موجودين في خطاب البشير ده، بحق هو بيبني بيهم المنفذ التواصلي بتاعه. أولهم طبعا السياسيين الموجودين في الدائرة بتاعته اللي هم الوزراء، الناس التابعين للحزب بتاعه والتابعين للمنظومة بتاعته وكده. ثانيهم المستمع الخارجي اللي هو الإعلام والدول الخارجية البرة. بصراحة كان البشير بيهتم بالخطاب اتجاه الدول الخارجية أكثر من إنه يخاطب الشعب. في كثير من خطاباته عمر البشير ما أدى الشعب كامل الوجدان بتاعه. عشان كده الخطاب في النهاية الإنسان ما بيكون يعني مرتبط بالخطاب بتاعه، حيفقد البوصلة النفسية يعني اللي بتخليه مع الشعب. طيب عن ماذا بيتكلم البشير؟ البشير في الخطابات بتاعته كل مرة بيحدد إطار معين، ولكن الإطار ده كله بيتكلم فيه عن إنه نحن احترمنا الخروج بتاع الناس، تمام؟ ودي مع اقتناع بخروج الناس، دي وسيلة ودي حجة بيستعملها، فهنشرحها في الحجاج عشان يقدر يخلي الناس يسمعوه. زي ما قلنا قبلك، عشان أخليك تسمعني لازم أديك كلام إنك تخليني يعني تديني يعني حاجة كده تخليني أسمعك يعني، تمام؟ فالقيمة في إنك أنت تسمع البشير ده رغم إنك رافضه، هو بيقدمها من خلال الحاجات زي دي، تمام؟ فهو بيقول لك انا موافق وكده هناك. فكل دول خطاباته بتتكلم على انه بيطرح انه انا موافق بان الناس تطلع مظاهرات وكده، لكن المظاهرات المفترض تكون محدده في اطار المطالب، وان انا اعالج المطالب دي. ودي وجهه نظر يعني قويه جدا ما هينه، تمام؟ وزي ما قلنا قبل انا ما عندي ميول لده ولا ده، وجهه نظر اقتربت لانها تنجح في الخطاب وفي المسيره التاريخيه في الثوره السودانيه، تمام؟ طيب بالنسبة لمحددات المقام التواصل للمعارضة، من يمكن له أن يتكلم أو يكتب؟ طيب نقدنا البشير والآن سننقد المعارضة، وممكن في ناس تكون متفقة مع المعارضة الآن وهي الآن هي السلطة المعارضة، وفي نفس الوقت فيها أيضا حاجات إيجابية يعني، لكن أنا أنقد وأمارس نقد في الخطاب بتاعها. فمن يمكن له أن يتكلم أو يكتب؟ المعارضة ما كان عندها حق تتكلم في الثورة، المعارضة
اللي هي الأحزاب، المؤتمر السوداني، المؤتمر الوطني، عفوا المؤتمر السوداني، الحزب الشيوعي، الحزب الديمقراطي، الأحزاب الموجودة كلها في السودان ما كان عندها حق منفذ تواصل عشان يتكلموا مع الشعب السوداني. تمام؟ منو بتتكلم معاه؟ المعارضة كذلك، المعارضة بتتكلم في 3 نطاقات أيضا. بتتكلم أولا مع المجموعة بتاعتها، تمام، وبتنظم شغل عشان يطلعوا لك خطاب إعلامي، ولكن الخطاب الإعلامي ده هم متفقين فيه المجموعة بتاعته. تمام؟ أيضا بتكلموا مع الخطاب الإعلامي بتاع البشير، دي كانت أقوى من مناقشتهم مع الشعب اللي هو نمرة 3. خطاب المعارضة كان أقوى في مواجهة ومنازعة البشير من أنه يواجه الشعب وأنه يتكلم معاه. وأيضا يعني خلاص نجاح في 2018 يعني كان دخلت فيه حاجات مقنعة جدا في وجداننا وفي حاجاتنا. وأنا بعتقد أنه الخطاب الأخير كان هو الصادم يعني والقاسم اللي ظهر النظام، يعني بالقدرة الهائلة اللي قدمها الدكتور عمر الدكير في خطابه من ناحية حجاجية ومن ناحية خطابية. من ناحية إنتاج حجاجي، ممكن الزول ده جمع كل ال 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 الـ يعني الـ الأمثلة الحجاجية اللي احنا بنعتمد عليها عشان نشوف الزول ده اعتمد على شنو في الحجاج بتاعه. تمام؟ هنشوف ده إن شاء الله في الحلقات الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة. طيب، دي نتائج التحليل بتاعتنا. تمام؟ قبلك ذكرنا منفذ التواصل، اتكلمنا في مقام التواصل وكيف بيتأسس، وخلينا مقام التلفظ للحلقة الجاية وكيف بيتأسس يعني أيضا، وفيه ما فيه يعني مقام التلفظ اللي هو الكلام بتاع الرئيس والكلام بتاع عمر الدقير. فدي نتائج التحليل بتاعتنا. عرفنا أنه دائما في سيطرة سياقية تحدد إلى من يتوجه المتحدث بحديثه. تمام؟ هناك في تنظيم مسبق التمس الدقة في تحديد الخطاب عشان يكون في إطار تأويلي معين، وشفنا كيف انه الناس دي بيمارسوا تنظيم وترتيب وحاجه اسمها مصطلح عليها في علم في الاعلام السياسي بيسموها ستاين دكتورز. تمام؟ مرتبطه بقصه كده، ستاين دكتورز دي نحكيها ان شاء الله المره الجايه. و كيف انه الستاين دكتورز ده بيحددوا للمخاطب ده كل الحاجات، الحملات الانتخابيه كيف بتتنظم، الحاجات دي كلها داخله في اطار تنظيم الخطاب في شكله السياسي. طيب، خطاب النظام ما التزم بعقد التواصل في اغلب خطاباته، زي ما قلنا انه عمر البشير لما يجي يتكلم بيخرق العقد بتاع التواصل، يعني بيطلع من النظام بتاع الكلام بتاعه. فمثلا في مقابلته مع المجلس التشريعي في احتفالات الاستقلال، عمر البشير خرج من العقد بتاع التواصل اللي هو مرتبط بمنفذ التواصل وقانونية كلامه وحدود كلامه، في انه دخلنا اتكلم لنا في الازمه الاقتصاديه والحاله السودانيه وكده، في حين انه احنا لا، انت عمر البشير، وايضا دي ممارسه نقديه، يعني عمر البشير لو احترمت وقدرت الاحتفاليه دي وما ربطتها بالازمه السودانيه الحاصله دي، ورفعت قيمه الاحتفال وربطته بالوجدان السوداني مباشره، ممكن كان يكون عكست صوره في اللاوعي بتاع السودانيين يعني، وطلعت نتيجه اكثر بكثير من انك تقول ان احنا عملنا ودخلنا هنا وتعمل يعني تخترق الخطاب بتاع المجلس التشريعي بمناسبة احتفاله بأعياد الاستقلال. تمام؟ طيب، لم يكن للمعارضة منفذ تواصل. طبعا كلنا عارفين احنا مجلس تشريعي يعني شنو في السودان، كلنا عارفين الرئيس يعني شنو كده يعني، فالحاجات دي بعتقد انه مسبقا معروفة عند الجميع، والسودانيين بطبيعتهم مثقفين سياسيا. لم يكن للمعارضة منفذ تواصل جاهز مما جعلها تخترق مقام آخر. طيب، نحن هنعمل في الصورة دي سرعة نوري كيف المعارضة اخترقت، ودي آخر سلاش بعد الخاتمة. عندنا هنا رسم توضيح لاختراق المقام التواصل الخاص بتجمع المهنيين. طيب،
نحن كلنا عارفين المجتمع المهنيين مسمي نفسه إنه غير تابع لأي معارضة سياسية، تمام؟ مسمي نفسه إنه هو بيقود خطاب مهني بحت، تمام؟ هو بيتكلم عن إصلاح الأوضاع ويعني بناء مؤسسية الدولة. طبعا ده في الخطاب السياسي اللي اتقدم بعد ما نجحت الثورة، وتبريرات تجمع المهنيين لحوجة للثورة. فهو استطاع أن يقنع الناس بأنه عشان تكون في مهنية في الدولة يكون في ضامن للحقوق، النظام لازم يمشي، تمام. ولكن تجمع المهنيين نفسه هو ما كان الأساس في الخطاب بتاع المعارضة بتاعنا، تمام. يعني بتاع السياسيين المعارضين للنظام، تمام. فتجمع المهنيين يتأسس في 2013 إلى 2018. ده في الحدود اللي كان بيتكلم فيها على أن تجمع المهنيين منفصل عن المعارضة السياسية الثانية اللي هي قوة الحرية والتغيير، تمام. نشأ تنظيما خفيا موازيا للنقابات السودانية، تمام. حدود خطاب تجمع المهنيين ومتلقيه كان لهدف تحسين الأوضاع، أوضاع العاملين. بيانه حتى 11 نوفمبر 2018، يعني قبل شهر من الثورة، كان بيتكلم فقط في مسألة الرواتب، ولم ترد أي عبارة سياسية. والعايز الخطاب موجود في الإنترنت، أنا شفته من الإنترنت وحللته، تمام. والحاجة دي خلقت لنا تساؤل كبير شديد في إنه مصير الربكة دي هتكون شنو، وعلاقتها بمستقبل السودانيين في السياسة هتكون شنو. وتجمع المهنيين لما وافق إنه يكون تبع قوى الحرية والتغيير ويكون هو الصوت الأول في إنه يبث خطاب الثورة عن طريق محمد ناجي الأصم في 1 يناير، السبب شنو اللي خلاه يعمل التمثيل ده؟ فهنا حصلت عملية اختراق لتجمع للمقام التواصل لتجمع المهنيين. يعني تجمع المهنيين خطابه التواصلي اللي بيتواصل به مع الجمهور السوداني وخلاه يشتهر وخلاه يمضي لقدام، جات المعارضة اخترقته عبر تجمع المهنيين نفسه، تمام. أستاذ طارق، النقطة دي واضحة إن شاء الله؟ ايوه، لا أيوة، تمام، تمام. واضحة. فأنا بتكلم على إنه تجمع المهنيين عنده خطاب، عنده كادر محدد هو بيتكلم فيه، عنده إطار معين هو بيخاطب فيه. لحد 11 نوفمبر ودي دلالة قوية إنه هو ما لجأ لأي عبارة سياسية في الموضوع. يعني لما نقول إنه الأوضاع الاقتصادية أصبحت سيئة، هو قال في خطابه كده، ولكن طوالي ربط الموضوع أصبحت حالة العمال وكده، وطالبنا بأنه يزيدوا لنا الرواتب وما زادوا لنا الرواتب وكده، تمام. فسواء كان تجمع المهنيين مثلا مجموعة هي يعني ضمنية شغالة شغل سياسي عشان تمسك خط سياسي من بعد، أو كانت مجموعة مهنية بحتة، فهي يعني وافقت بأنها تخترق في مقام التواصل عشان تعمل فقط منفذ تواصل للمعارضة السياسية، تمام. فالمعارضة السياسية أسست منفذ التواصل عشان تقدر تتحاور مع الشعب السوداني وتبني مقام تواصل، اللي هي تبني خطابة عشان تقدر تبني الخطاب بتاعها ده. استعملت المقام التواصل اللي هو الخطاب اللي هو فيه الخطاب المهني، وانه احنا دايرين نصلح اقتصادنا ونصلح كده. استغلت خطاب تجمع المهنيين وحولته لمنفذ تواصلي عشان تبث خطابه، عشان عمر الدقاري يجي في النهاية يقدر يقدم لنا خطابه ويقدر يقنعنا ويقدر يخلينا نطلع الشارع. هم أخطأوا طبعا يا جماعة، يعني احنا نقول تظل النقد هو نقد علمي ونقد كده، هم أخطأوا، هم بالعكس شطار يعني عشان يقدروا يقنعونا، تمام. المعارضة السياسية ليست سيئة عشان نقول انها كده، تمام. طبعا عمر البشير باستدلال حقيقي بحاجات واقعية حصلت، انا عن نفسي بقول انه هو شخصية يعني كانت مارست ما مارست يعني، وال30 سنة يعني كافية في دولة بتتمنى ديمقراطية، تتمنى يعني تغيير للوجود فقط يعني. طيب، أنا وصلت للختام. رحم الله شهداء ثورة 19 ديسمبر
كل اللي بنقوله وكل الحاجات اللي بنقدمها وكل، ولا بتجي ضفر الناس دي في كل لحظة وفي كل وقت، يعني هم قاعدين في بالنا وبنتذكرهم في كل أمل اللي احنا بنبني فيه حياتنا دي. نحن بنتذكر الشباب ديل كيف يعني ضحوا بحياتهم، وكل واحد فيهم مبتسم هو بيأمل لأنه بكرة يكون أحسن وإنه يعيش حياة. ربنا يرحمهم جميعا يعني، ربنا يعني يحقق لهم طموحهم في بلدنا وفي وطننا السودان العزيز وفي كل الدول العربية وإزالة الظلم من كل العالم يعني. أنا أقدم يعني لو سمحت لي يا أستاذ طارق تفضل الله. تعريف بسيط عن المملكة المغربية، يعني ده آخر حاجة بس. المملكة المغربية طبعا دولة في المغرب العربي بتحدها محيطات، بتحدها يعني هي دولة بحرية فيها الأطلسي وفيها المتوسط وفيها المحيط الهادي. أنا الآن المدينة بتاعتي دي مسافة 50 100 متر تقريبا ممكن أصل للمحيط، ومقابلها نيويورك مباشرة، وبقول إنه تمام. أطلانتس غير قد في ما بين القنيطرة في قصص زي دي طبعا، لأنه أطلانتس المدينة الأسطورية أو القارة الأسطورية اللي في المحيط غير قد ما بين نيويورك ومدينة القنيطرة. البنية التعليمية في المغرب يعني بنية أنا أصفها بأنها ممتازة خالص، دي حقيقة. يعني أنت بتجي المملكة بيكون عندك منحة مالية، بيكون عندك حي جامعي، طبعا في تفاصيل بنذكر يعني كل حلقة، ولكن أنا بس الآن بذكر العموميات. بيكون عندك منحة جامعية، بيكون عندك حي جامعي حي سكني، بيكون عندك حتى بتدفع للباص نص القيمة، يعني بتدفع كرت، في كرت إلكتروني كده بتشتريه ب 50 درهم للشهر. 50 درهم مبلغ بسيط جدا بالنسبة للمنحة، هي منحة زي 750 درهم في الشهر. وأيضا جيدة لأنه أنت عندك مطعم برضو جامعي جنب الجامعة، فيه أكل محترم جدا، أكل نظيف، بتتنافس فيه الشركات بتاعت الحليب والشركات بتاعت كده، بتلقى أكل يعني مرتب ونظيف واهتمام شديد للطلبة وكده. عندهم انضباط في المسائل الإدارية، وأنا بعد ذلك يعني لعلاقة المغاربة بأوروبا. فأنت الآن نحن مثلا في السودان عندنا صورة الآخر مرتبطة بالدول اللي حولنا دول الجوار، فتخيل معي إنه المغرب صورة الآخر عندها في أوروبا، فهم الأخطاء البسيطة اللي قاعدة فيهم هم بيعتبروها حاجة كبيرة ومشكلة، ويعني أخطاء أخلاقية كده طبعا في، أنا قصدي في المجتمعات يعني بتاعتهم. ولكن القادم من الدول العربية في الشرق، والقادم حتى من دول أوروبا، يعني أنا كثير من الناس جو من دول أوروبا سودانيين جو المغرب دي ارتاحوا فيها وعاشوا وقرروا إنه يسكنوا، لأنه ما مختلفة وما بعيدة يعني عن الرقي الإنساني وعن يعني المجتمعات المستقرة يعني. فهو فضل من الله يعني إن أنا لقيت فرصة إني أدرس في المملكة المغربية. قوتها في المجال بتاع تحليل الخطاب طبعا قوة، يعني أنا بعتبرها هي جذر، هي من الجذور بتاعت تحليل الخطاب، مرتبطة بعلماء زي ابن رشد، ابن خلدون هو مغربي الأصل، مرتبطة بمحمد عابد الجابري طبعا مغربي، طه عبد الرحمن مغربي، سعيد بن جيرات مغربي، سعيد يقطين مغربي، عبد الفتاح طليط مغربي، ودكتور حسن الأشقر اللي هو كان مشرفي أيضا مغربي. ودكتور حسن الأشقر عنده أيضا يعني حلقات بتبث، عفوا حلقات بثت في مع برنامج الوراق مع أستاذ غسان في اس 24، يعني حلقات تتكلم فيها عن الأدب السوداني وعن رواية الطيب صالح بالخصوص. وكذلك هو مهتم جدا بالأدب السوداني، مهتم جدا بالثقافة السودانية،
وفي رسائل كثيرة جدا، والكلام ده مبادرة الباحثين السودانيين أنا بعتبره واجبكم أنتم. رسائل كثيرة جدا أنجزوها المغاربة في الرواية السودانية، تمام؟ الناس دي قروا ثقافتنا وعرفوا حاجاتنا بحبه للسودانيين، ولما زار السودان يعني ارتبط به وكده. فأنا يعني برسل له تحياي من هنا وبشكره يعني. أنا بشكرك أستاذ طارق على إتاحة الفرصة وعلى صبرك الجميل في إدارتك التقنية وفي يعني تواصلك معايا وآرائك الجميلة يعني بتدل على ثقافة ومعرفة. شكرا لك كثير. شكرا لك يا أخونا محمد عادل عبد العزيز الفقيه على المحاضرة الجميلة والشيقة. يعني آخر نقطة بس ذكرتها دي بتاعت التعريف بالمغرب وشوقت الناس برضو للدراسة هناك. طبعا المغرب معروفة يعني جامعة فاس والحضارة أيوة، ما يعني من ناحية التعليم وكده حضارة يعني راسخة سنين يعني. ايوه مجالات المغرب حتى في المجالات التقنيه الان، يعني المغرب فيها ما فيها يعني الان عندهم في كل مدينه، طبعا هي المغرب مدن كلها مهيئه ببنيات التحتيه متكامله بكل الحاجات بتاعتها، يعني ما بتلاقي تراب في المدينه، في وسط المدينه يعني بتكون ماشي في استقرار تمام يعني في حياتك وفي كده. كل مدينة بتتميز عن الثانية، يعني صنعوا نمط التنوع ده حتى في مدنهم، يعني المدينة الحمراء مراكش، المدينة الزرقاء شبشاون وهي سادس وجهة سياحية المدينة وين كده. فأنا عايز يعني في الحلقات الجاية يعني زي ما بقول ما أدي المساحة العلمية والحاجات الثقيلة دي زمن طويل، يعني نتناقش أكثر في الجوانب دي والله جميل يا اخي، يا ريت كمان تعمل لنا كده تفسح لنا مجال لكيفية التقديم والحصول على المنح دي. كلها. أيوه كل المعلومات دي أنا هأطرحها اي وأوريها، أنا أجهز المعلومات بدقتها يعني بالتفاصيل الزمنية كده، والناس تقدر يعني إن شاء الله تقدم وتجي تكون يعني مرحب بهم معانا. أنا طبعا قاعد غايته شوية. لا، ان شاء الله. والله محاضره جميله يا احمد عادل، نشكرك. طبعا دي الليله زي ما انت ذكرت دي المحاضره الاولى، دي بس حلقه تعريفيه مش حول تحليل الخطاب وتفكيك للعنوان وتلمس للاستراتيجيات بتاعت الخطاب. في المحاضره الجايه انت حتقوم توسع اكثر في الاستراتيجيات بتاعت الخطاب وكده. اتكلم يعني في الحلقة الجاية يعني ارتباط الخطاب بالسرديات الكبرى، حاجة اسمها السرديات الكبرى، انا اديك الكلمة دي كبيرة كده. ف يعني بيكون الناس سمعوا بمفاهيم بتاعت السرديات الكبرى، بالشغل بتاع النسق الثقافي الداخلي، كيف بيتكون وكيف بيطلع عشان انت تطلع مثلا كلمة او تقول كلام، وليه انا احتجت الكلمة دي اقولها هنا. برضو احتياجنا في كل لحظة، لاننا ناخذ من خطابات تانية، من لغة، من يعني ناخذ هو اقتباس من كلام تاني سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. برضو حنوري كيف نحن بنعمل الممارسة دي، وكيف البشير مارسها مثلا، وكيف المعارضة مارستها. دي يعني بعض النقاط في الحلقة القادمة يعني. والحلقتين الأخيرات الثالثة والرابعة هنشتغل طبعا في موضوع الحجاج والتواصل، كيف بيتم الإقناع عن طريق الحجاج، وما هي الحجج يعني اللي بنمارسها نحن، وما هي الحجج المورثة في ثورة 19 ديسمبر أيضا اللي خلتنا نقتنع بخطاب البشير في وقت ما، وكذلك بخطاب عمر الدقير لحد ما خلانا نطلع يوم 6 ديسمبر في القيادة العامة. أيوه ممتاز ممتاز. طيب آه. قبل ما نفتح لباقي الشباب للاسئله، وفي طبعا اخونا وفي يعني الحاجات دي بتعجبه بالتاكيد بيكون عنده سؤال. انا أيوه دار اسال سؤال في الحته، طبعا التحليل بتاع النصوص والخطاب وكده مهم حتى عندنا في البيزنس في حته الديسيجن ميكنج أيوه واتخاذ القرار. أيوه طيب في تحليلات اللي هو في سوفت ويرز مستخدمه مثلا زي الانفايفو اللي بتستخدم للتحليل النوعي، وكذلك في الكونتنت اناليسيس برضو يعني بتشوف عشان تقدر تحلل تشوف الباترن العام وكده. في ايوه الكونكوردنت
برضو تقدر ايوه تربط بين الكونسبتس، فلا تدرج الحاجات دي مستخدمه، عشان مثلا انا اقدر اشوف انه يعني الخطاب بتاع البشير ده الباترن بتاعه شنو مثلا، ايوه او القرارات مثلا الاستراتيجيه اللي بتتخذها المؤسسه دي ما شبيهة باترن وغيره، فهل الحاجات دي مستخدمه عندكم التكنيكس دي؟ طيب الاعتماد الأساسي على تحليل الخطاب هي في جمع المعلومات زي دي، المعلومات اللي هي زي ما ذكرت أنت مرتبطة بالحدث، مرتبطة بالرأي بتاع الناس، تمام، قياس الرأي بتاع الناس مرتبطة بكده. فعشان أنا أصمم خطاب لشخص أنا بدرس الحالات بتاعته دي. أنا طبعا هنا بمارس نقد الآن في خطابي وفي بحثي، اشتغلت شغل بتاع نقد للخطاب اللي هي بعد ما تم إنتاج الخطاب أنا جيت عملت فيه دراسة وحللته. دي حدود البحث بتاعتي. أما الممارسة بتاعت التحليل اللي أنت ذكرتها دي، فدي هنا ده الجانب بتاع المهارات والجانب بتاع التهيئة وكتابة الخطاب بتاعنا. فممارسة مثلا استخدام زي ما ذكرت انت جوجل انالايتنج او الحاجات القريبه للحاجات اللي انت ذكرتها، وكثير يعني جوجل ادس، الحاجات اللي بتحلل لك الموقع الالكتروني بتاعتك، اللي بتحلل لك ميول المستهلك، اللي بتحلل لك كل الحاجات دي كلها انت بتخليك تتخذ قرار، والقرار هو الخطاب اللي هو فيه الباترن او النسق والسياق اللي انت خلاك تختار القرار بتاعك ده. اذا القرار هو الخطاب الانتج بعد ما انت جهزته عبر الوسائل بتاعتك دي اللي احنا ذكرناها قبل، وكان في الصورة بتاعت التلفزيون وصورة بتاعت واحد يد كده شايل التليفون وكده. ممكن نرجع للسلاش، ايوه الصورة دي. يعني كل التطور بتاع عملية التواصل مرتبطة بالجوانب اللي انت اشتغلت بيها. يعني الصورة بتاعت الكمبيوتر انا خطيتها فوق عشان تدخل في يعني في راس الناس انه دي اخر حاجة وصلنا لها اللي هي جنب العنوان فوق، انه الناس دي على اللاب تمام شوف الخطوط الموجودة. طبعا دلالة الصورة ايضا من ضمن مجال تحليل الخطاب، شوف الخطوط الدقيقة الموجودة مثلا بين الايقونات الموجودة الثانية دي كلها خطوط تواصلية. الزول ده بينظم في حاجات معينة، عايز يطلع بيها قرار، عايز يطلع بيها إعلان، عايز يطلع بيها كده يعني. ف دي هي دي اللي ذكرتها، دي هي الجوانب اللي بتصنع الخطاب، هي كيف اي كان ميكينج يعني ديسكورس. يا وفي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله. سامعني كويس؟ ايوه سامعينك. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. والله يا اخي محاضره شيقه جدا يا استاذ محمد عادل، قدمت شغل جميل. ما شاء الله. انا استحضر طوالي كلام دكتور بروف علام. بروف علام دائما بيقول السياسه هي علم بوليتيكال ساينس، ما زي اسمح لي العباره، ما زي المنهج الحاصل بيقول في السودان، انه الناس المفروض ما تبتعد من السياسه، الناس المفروض تمارس السياسه والله محاضرتك عادي جدا وشيقه جدا عن الخطاب السياسي والحجاج او التواصل الجاد الخطاب السياسي السياسي. النماذج اللي ذكرتها وانتقادك او نقدك لها بطريقه بحته، قد تكون انت مواكب مع اسمه النوس محمد جمال الدين، هو بتاع علم الاجتماع، مع دكتور انور قدموا سلسله جميله جدا بتاعت سماها سيكولوجيه الزول السوداني، تكلم ايوه تاريخيا والحال المستقبل يا السوداني سلام يا او اخي. الاجزاء السوداني والزول السودانيه ايوه بيتعاملوا ايوه او بيتعاطوا مع الاشياء بطريقه كيف. ايوه تابعتها ف تابعتها دي. لاي مدى شغلك او تحليلك للخطاب بتاعنا او الحجاج في السياسه السودانيه بصوره عامه له طيب علاقه بتاريخنا او طيب بتركيبتنا كسودانيين انت شايفها، او بتركيبه الزول ايوه لو انا بس دايرك تربط لي تمام تعاطينا للسياسة وبين سيكولوجيتنا على حسب أطروحات محمد جامعي. يا سلام. أنا سمعت عدد من المحاضرات لطروحات الأستاذ محمد جمال والله، وكانت يعني طروحات برضه شيقة ورائعة.
طيب أنا هجاوب السؤال يعني جواب صادم. الخطاب هو دراسة اجتماعية، يعني اللي بيمارس الخطاب هو بيمارسه عن طريق المجتمع، ما بينفكوا الاثنين من بعض. الآن اتجاهات أو الاتجاه الأمريكي المدرسة الأمريكية في تحليل الخطاب هي بتعتمد إنه الخطاب الاجتماعي هو المجال الحقيقي لتحليل الخطاب، هو المجال اللي بيطلع لك الخطاب الحقيقي. طيب محاضرة محمد جمال الدين دي اشتغل في حاجة قريبة لشغل تحليل الخطاب اسمها بلاغة الجمهور. بلاغة الجمهور اللي هي بتشتغل في التعبير الطبيعي بتاع الجمهور، مثلا في ثورة 19 ديسمبر، وكيف قدرت الجماهير انها تعبر وانها تقدر توصل خطاب الإقناع للعالم، فعشان الجمهور إقنع العالم بأنه يتصل بينا وأنه يتواصل معانا، طلع برضه خطابات من ضمنه، طلع الكنداكة وهي واقفة ولابسة الجلابية الثوب السوداني، طلع اسمه الشاب اللي بيجيفه بيتكلم يعني عن أن السودان هو في طبيعته سلمي، في طبيعته كده، يعني كل الرسالة اللي وصلناها دي هي خطابات اجتماعية بحتة، طلعت بصورة غير صناعية، طلعت بصورة عفوا طلعت بصورة أيوة غير صناعية، بصورة إبداعية، بصورة طبيعية جدا من الإنسان السوداني. فعلم النفس وسيكولوجية الزول السوداني مرتبطة بالنسق التاريخي بتاعه، في تاريخه الحضاري، في صورته للشرف، صورته للكرامة، تصوره لكل المخرجات اللي بيعيشها يوميا، يعني في تعبيره مثلا ليومي: انت جبان، انت شجاع، انت راجل، والله انت اقسم بالله العظيم ما بتقدر يعني تنجز الحاجه دي، والله العظيم كان راجل عاملها. فدي كلها تصورات هي مرتبطه بسيكولوجيه داخليه في التحليل السيكولوجي او التحليل السيميائي، الاثنين يعني بيتقاربوا في الحاجه دي، هو التحليل الرمزي. الرمزيات الموجودة في داخلنا دي هي بتحلل لنا الخطابات بتاعتنا. فدكتور محمد جمال الدين قريب جدا لمجال تحليل الخطاب، أو يكاد هو بيتحدث عن تحليل الخطاب، فهو بيمارس تحليل الخطاب السيكولوجي الاجتماعي للزول السوداني. فزي ما قلت، تحليل الخطاب كمصطلح هو مصطلح متشعب، والعالم يعني زي ما بنقول كده ببساطة هو فتر من إنه يعني يمارس أيديولوجيات كثيرة، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، يعني طلعت ما بعد البنيوية، يعني الحاجات وما بعد الحداثة، الحاجات اللي بنسمعها دي كلها هي الشغل بتاع تحليل الخطاب ده نفسه، إنه نحن نحلل بأسلوب علمي للوقائع والاستدلالات وكده. ف تحليل الخطاب يعني نموذج لوصول أو تفوق إنساني يعني في هذه المرحلة التاريخية، يعني يتوجب يعني على الجميع يعني إنه يسعى لأنه يتعلم ويعرف معرفة عامة حوله، ويعرف يعني المقدرات يعني بتاعت الإنسان، يعني في إنه ينتج لغته وثقافته. شكرا جزيلا، ايوه صح، فعلا وافي عبد فعلا الله. مهم جدا، حتى هسه حاليا صنفوها كواحده من المهارات المطلوبه في القرن ال21، مهاره التواصل الفعال. ايوه نعم، مهمه جدا للكارير، للبروجريس في السياسه زي ما قال اخونا وفي وزي ما انت اكدت. ايوه محتاجين نحن المنهج العلمي في ايوه والله، يعني في زي فاصل معرفي كده يعني في السودان، بسبب طبعا السياسات التعليميه في السودان فصلتنا عن تطور الخطاب وتطور الفلسفه وتطور المجال اللغوي والتاويل وعلوم التاويل. طبعا علوم التاويل الان بنسمع بيربطها بالدين وبالقران وبكده، التاويل الديني والتاويل القراني هو جزء من الخطابات العامه والخطابات الانسانيه. ف نعم.
علم التأويل يعني مرتبط بإنه كيف نتعلم نحلل، كيف نتعلم ننقد، كيف نتعلم نحترم الآخر وننقد نقد يعني زي ما نقول قانوني وحقاني. نتعلم كيف إنه ما نمسك زي ما نقول في الزول، نمسك في كلمته، نمسك في رأيه، في الكلام اللي بيقوله. يعني مثلا طارق قال كلام مختلف عني، ما أقوم أقول يا أخي طارق ده والله يعني أنا عارف مشكلة تاريخية عنه، أو مثلا عارف في حاجة في أسرته مثلا قبل 30 سنة، أقوم أجيبها عشان أقلل من قيمة طارق وأقلل من قيمة كلامه. فده هو إنسان يعني إحنا لازم نبعد مننا، ولازم نتعلم منه كيف نخاطب بطريقة مهنية وطريقة علمية حقيقية. بعدين النقد ذاته نحن كسودانيين ما غريب علينا، يعني التحليل. ايوه مش الشاعر محمد علي عنده كتاب اسمه محاولات في النقد؟ مش ايوه 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 في النقد، في النقد الثقافي، في النقد يعني النقد الادبي. النقد الادبي. نعم ايوه ايوه فعندنا الدراسات ارسي. النقديه في السودان ايوه متطوره جدا بالمناسبه، وانا استعنت بمؤلفات كثيره جدا في دراستي دي، ودي برضو خلالي الحلقه الاخيره نوري انه كويس جدا. ختام انه كيف نحن ممارساتنا النقديه مرتبطه، وممارسه التحليل بتاعنا مرتبطه بميراث معرفي برضو عميق جدا ما هين، محتاج للتطور، ومحتاج لانه يصبح مقروء انه كيف نحن نقدر نقدمه في حياتنا العامه، في التلفزيون، في وسائل الاعلام الاجتماعي، تكون دي مكان الاشتغال بتاعنا وكده. ف الحاجات دي لازم يعني برضو الناس تتكلم فيها وتطلع يعني معلومات حولها، وتعرف انه كيف نحن ننزلها يعني في المقروئية. يعني التفسير مثلا بتاع الطيب صالح، عفوا بتاع بروفيسور عبد اللطيف عبد للقرآن، اللطيف. ايوه التفسير للقرآن الكريم ده بالمناسبة تفسير ممكن يكون من اقوى التفاسير في للقرآن الكريم الموجودة في يعني في عصرنا الحديث. يعني ليه؟ لأنه هو فسر بالثقافة الشعبية بتاعتنا، مارس الخطاب الاجتماعي في تفسير القرآن بتاعه، تكلم بالدارجة، بيتكلم بدي أمثلة بسيطة، بدي أمثلة قريبة لحياتنا اليومية. فحتى يعني الباحثين يعني اشتغلوا في المجال بتاع تفسير القرآن الكريم مثلا لعبد الله الطيب من الناحية النقدية، ونقد كلمة نقد نحن نقصد بها يعني تقليل من قيمة الشيء كما ذكرنا. نقد هي التعرف كريتيك على ما الأيوة كريتيسيزم. أيوة التعرف على الممارسة اللي تمت في الجانب ده عبر يعني استراتيجيات برضو نقدية أنت بتمارسها يعني في الحاجة. لو قلت الحاجة دي كويسة أنا نقدتها، ولو قلت الحاجة دي سيئة أنا أيضا مارست نقد، الاثنين يعني سيم. طيب ممتاز. في سؤال ثاني يا شباب؟ شكرا لكم. يعني لو سمحت انا ما عندي سؤال، لكن عايز برضو تعقيب بسيط بس من الاستاذ حادي. الممارسه شايفينها الامس مثلا الديبيت اللي بدات في امريكا الانتخابات الجايه في بعد شهر، ايوه نوع الممارسه دي هل هي علميه بدا نشوفها 200 مثلا تحصل في السودان ممارسه سياسيه واحده، واللي هي ليها علاقه بتاريخ بتاريخ الدول او بطبيعه الانسان او بسايكولوجيتنا ذاته ايوه كسودانيين، الممارسة بتاعت الديبيت والمناظرات والتعاطي السياسي بالنوع اللي شايفينه في العالم. في السودان طبعا ما عندنا حاجة زي دي، أو 200 محتاجين لك كمان عشان نوصل للمرحلة دي الممارسة السياسية بتاعتنا تكون بالنوع ده. سؤال قوي جدا، ويعني محتاج لتفصيل كثير يعني في لأنه ارتبط بتاريخنا الخطابي، بتاريخنا الثقافي، بمجتمعاتنا، بحاجات كثيرة يعني محتاجين احنا نفصل فيها. ولكن الممارسة اللي مبارك تحت الحجاج أو المناظرة اللي تقدمت في الولايات المتحدة هي خطاب، جزء من الخطاب الإعلامي الأمريكي للعالم أول. طبعا قبل قلنا حددنا منه بيكون متلقي، وهنا للشعب الأمريكي طبعا ثاني. أنا دائما وده رأيي شخصي يعني بقول إنه في الخطاب السياسي الشعوب هي المرحلة الثانية أو الثالثة، يعني يا إما المرحلة الثانية دي الحاجة الكويسة، يا إما المرحلة الثالثة اللي هي خلاص ما عندها قيمة عندي يعني. فالخطاب الأمريكي كان
أصلا في الأساس هو خطاب إعلامي موجه توجيه للعالم ولتوجهات توجهات أمريكا في نقل على الخطابات وفي تصوره حول الرؤساء وحول التوجهات بتاعت الزعماء الأمريكيين وكده. دي طبعا دي الصورة المبطنة اللي بنحتاجها نحن نفسرها من خلال لغة الخطاب ومن خلال الخطاطات ومن خلال النقاط اللي هم اشتغلوا فيها وناقشوها، بنكتشف انه الخطاب صورته المبدئية هي فقط موجهة للشعب الأمريكي، ولكن في الأساس هي مقصودة للعالم. طيب الخطاب الأمريكي في حكاية الديبيت دي خطاب بيحاول يعكس صورة الديمقراطية وليس بيعكس الديمقراطية. فمهما تطور النقاش في الكلام، مهما زادت المجادلة في الكلام، مهما زادت قوة المناظرة، وشعرت أن الناس والله عندهم ديمقراطية حقيقية، فهم بيصنعوا في صورة الديمقراطية. فهم بيجي يقولوا إحنا بطبيعتنا كأمريكيين إننا نعمل المناظرة دي. فدي الحاجة اللي عايز أشير لها، يعني مهمة جدا حكما على وضعنا السياسي أو على حوارنا السياسي. ما نربطه باتجاهات الدول الإعلامية، بل نربطه باستراتيجيات الدول الداخلية. الممارسة السياسية بتاعتنا في السودان فيها يعني جوانب ذكية، يعني هزت العالم، يعني برغم إنها جوانب سلبية يعني ممكن تكون وكده، ولكن الترابي ومقدرته في 30 يعني اطرح يعني اطروحه تحت النظام الاسلامي وحركه الحركه الاسلاميه، ويقدر يهز العالم يعني بالفكره بتاعته بالافكار بتاعته باللغه الخطاب بتاعته وكده. دي كلها حاجات مرجعيات مهمه نحن بتربطنا بالشكل الخطاب السوداني وتطوره وقدرته على كده. الخطاب السوداني الان بالنسبه للعالم ايضا، صوره الخطاب السوداني الخطاب الإعلامي العالمي هو خطاب قريب لأنه يكون خطاب تفاوضي أو خطاب تحاوري، لأنه حواري. الحوار بيفرض سلطة لواحد إنه تتيح لك مساحة الحوار لك، لكن تحاوري فيه شكل من أشكال المجادلة المباشرة، النقاش المباشر. فده مرتبط أيضا بالطبيعة السودانية في إننا يعني نحن بنواجه بنقول يعني يعني انا اقول الكلمه دي واموت يعني، تمام؟ ما انا ما ذو خوف، انا اقول كلمتي وانا بكل بساطه. فنحن خطابنا كان خطاب بتاع مواجهه شجاع، خطاب يعني انتج تاريخيا في ثورات سابقه في السودان، وله قوته وله مكانته. فلذلك المناظره بتاعت امبارح دي شكلها الاعلامي هو ممارسة لاستراتيجية داخلية لتطمين العالم على أنه نحن نسير في الطريق الصحيح، أنه أمريكا دولة مستقرة وأنها هتختار رئيسها ومحافظة على سياساتها الداخلية، محافظة على أنظمتها، محافظة على ديمقراطيتها، محافظة على كده، محافظة على كده. فهو ده الخطاب الحقيقي. دي فكرة المناظرة، ممكن أقول لكم باختصار يعني وشنو ممكن نفهمه يعني من خلاله. شكرا جزيلا. مش كده؟ يعني هم زي ما بيقولوا ضرب عصفور اكثر من عصفور بحجر، مش كده؟ ايوه، هو ده الخطاب الاعلامي هدفه كده. ايوه ايوه، دي جزء من الاستراتيجيه ذاتها. ايوه دي هي غير الاستراتيجيات. مؤتمر الاقتصاد اللي احنا عملناه ده بالمناسبه، غير انه حتى يعني حتى لو حقق اهداف اقتصاديه، رسل رسائل عننا نحن، ايوه انه كيف نحن اورجنايز، كيف نحن بندير حاجاتنا وغيره. فدي كلها ايوه جوانب اصلا مهمة، لكن دي ايوه بتحاول يصطاد يا وفي. انا افتكر انه هسه زي المحاضرات دي ذات نوع من البداية بتاعت انه نحن ننشر الثقافة بتاعت الخطاب والتحليل والعلمية في نعم التواصل نعم وفي الحجاج وفي غيره، ايوه لانه انا افتكر انه هسه حتى الصورة الذهنية للقصة دي مربوطة بالناس الكبار وبالادب وبالشعر ايوه وبكده، ايوه لكن الان تمشي دارينا محتاجين لها فعلا، تمشي نعم لتنتشر وسط الشباب، يكون اهتمام بحثي بها صحيح وتخش حتى في ادابير اتخاذ القرار وغيره. يعني ما ايوه قصدي فيها بس رفاهيه وفي منتديات، لا، لا هي ابدا، هي ضروريه جدا لتقدم وتطور الشعوب. ايوه ايوه
يعني زي ما بيقولوا سر الخطوة يعني بتاعتك في كل القرارات السياسية بتاعتك يعني مرتبطة بالتحليل المسبق. يعني نحن كل الدورات التدريبية دخلناها وكل الحاجات يعني أستاذ طارق بتتكلم على إنه كيف تعمل تحديد تخطيط تفكير مسبق نقد واحتراف لنفسك بالخطأ واحتراف لنفسك بثقتك في نفسك وكده، دي كلها مرتبطة بالحياة العامة بتاعتنا ومرتبطة أيضا بمجالنا السياسي العام يعني. تقديم نفسك للآخر ذاته، مش أيوه قال لتحدث حتى أراك. بالضبط بالضبط، والصمت أيوة أبلغ أيضا. أيوة ربطت كده. ذكرتني امبارح دكتور أنور، يعني كان تونس معاه شوية كده، فكان في كلامه لوم كده بسيط إنه أنا ليه مختفي؟ ليه أنا ما قاعد أسهر؟ يعني ليه أنا؟ ليه ما قاعد هنا؟ يعني أيام الثورة وقبلها وكده كنت أظل جواط يعني في الفيسبوك وفي كده وبتاع، ولكن بعدها وبعد ما درست مجال تحليل الخطاب لقيت إنه يعني اللغة والخطاب والكلام، وحتى ده شفته في أساتذتي درسوني، ما بيتكلموا كتير، ما بتحاوروا كتير، ما بتجادلوا كتير، تمام؟ وعموما الشعب المغربي سبحان الله هو كده، ما بحب يتجادل كتير، ما بحب يتكلم كتير، فعرفت إنه الكلمة ليها يعني ليها ما ليها يعني وليها نتائج يعني أنت ممكن ما تمر منها تاني، ولذلك أنا الصمت أبلغ دائما والله. طيب والله يا أخي، نحن بس في الختام نقول لك شكرا أخونا محمد عادل على المحاضرة الجميلة والشيقة، بارك، ونشكر كل الناس اللي تابعونا في مبادرة شكرا لهم، الباحثين شكرا اللبنانيين، لكم. الناس هنا في الزوم، أخواننا وفي وحيدر وأنا ايوه منو شكرا، تاني، أيوة، وبعض الشباب اللي كانوا موجودين، والناس اللي تابعونا في ايوه الفيسبوك والمتابعين لنا. طبعا في اشادات، يعني في ناس قالوا لك في مصطلحات بالعربي في المقدمه ما فهمناها، ايوه ممكن، ايوه ممكن في المحاضره الجايه يكون في توضيح ايوه ان للمصطلحات شاء عشان الله، تسد السين. لا تمام في ان شاء الله، علي الماحي قال لك محمد عادل يا مبدع، يا وفي سلام ناس عليكم، عملوا لك صم اب يا سلام، وقالوا لك مبدع برضو، وللامام بالتوفيق في كل خطوه يا رب، أعجبني ولايك والناس اللي حضرت. يا سلام، يا في سلام. ناس سألوا قالوا عندهم تعليقات، لكن الغريبة ما سألوها. الدكتور أنور قال لك كلام جميل. في سؤال هنا أخير قال لك بتقدر تدينا تحليل بسيط على أئمة الجوامع وقدرتهم الطبيعية في التواصل أثناء خطبهم، يا سلام، يا مع سلام، أعداد كبيرة. من زمان أنا معجب بطريقة الخطابة الدينية في الجوامع وسرعة انجذاب الناس معاها بصورة طبيعية، لكن برضو انا كده خليني اضيف للسؤال ده برضو، هل الحاجه دي ناتجه للقدره الخطابيه لائمه المساجد، ولا نتيجه للاستعداد ذاته بتاع الاودينس وتقبله للخطاب؟ يعني نفس الحاجه دي انا قبل كنت دار اسال السؤال ده، ايوه انه انا مثلا بالنسبه لي الخطاب، مثلا لو قلنا انت خطيت الدقير والبشير، البشير الناس كان في رفض لخطابه وما لقى قبول بشكل كبير بالذات في الفتره الاخيره، الدقير كان لاقي قبول، هل نتيجة لأنه الناس أصلاً مهيئين لرفض البشير ولقبول أي بديل، ولا الحاجة دي فعلاً ناتجة، يعني أنت قبل اتكلمت عن الباث والمتلقي مش، فهل الحاجة دي لكفاءة الباث ولا لاستعداد المتلقي للرسالة؟ معلش نحن كنا حاولنا نختم لكن السؤال ده أنا ما كان شفته، هو طيب سأل أستي يعني. السؤال ده سؤال أيضا محور يعني. بالنسبة أولا للخطابة الدينية، نحن نعمل إن شاء الله يعني الناس يعني تواصل في موضوع الخطاب، يعني يكون في حلقات تانية نقسم الخطاب الدينية، الخطاب الديني، الخطاب الاجتماعي، الخطاب السياسي، الخطاب كده، ويعني حتى انا استعين يعني باساتذتنا، استعين بالمقدره المعرفيه الموجوده عندنا في المغرب من طلبه من كده من كده، نشتغل يعني شغل زي ما بقول تشبيك كده يكون جميل جدا عشان نقدم مواد علميه حقيقيه تكون قادره انها تضبط لنا الكلام. فباختصار الخطاب الديني مرتبط بقوه الخطاب الديني اللي هو خطاب القران الكريم، المرتبط بوجداننا الثقافي، مرتبط بنسقنا التربوي، بالحديث الشريف والآية القرآنية اللي بتقول إليك أمك لكن ما بتذكر الآية نفسها.
تمام، يا ود حرام ما تعمل كده، ما تقول لك الآية ذكرت الكلام ده، يا ود كده كده. فالحاجات النفسية دي كلها والتهيئة النفسية دي كما ذكرت أنت، هي بتخلي المتلقي ده جاهز للمستقبل، إنه الخطاب ده مناسب له. الحاجة الثانية في الخطابة الدينية هي مستوى السلطة في الخطابة الدينية مستوى عالي جدا، تمام. فتخيل معايا نحن من زمن، يعني سبحان الله، يعني زمن قديم جدا، وحتى في الأديان الثانية استوعبوا تماما قيمة إنك تكون واقف أعلى من الزول، المنبر، المسرح، الشنو الشنو، دي كلها دي الحاجات اللي بتفرض السلطة بتاعت المخاطب ليك، دي كلها بتدخل في اللاوعي بتاعك وبتخليك أنت يعني ملزم بأنك تستمع للزول ده، وخصوصا أنت قاعد وين في الأرض، تمام. دي كلها زي ما ذكرت قبل بتدخل في إطار المنفذ التواصلي، تمام، اللي هي أنا قاعد في الجامع اللي هو ده في العموم اسمه المقام التواصل، طبعا أنا قاعد في المسجد، المسجد ده بيت الله، مفترض المسجد ده أدخله بطهارة، دي كلها تهيئة لأنك تسمع الإنسان ده، تمام. بعد ذاك الثقة اللي أدوها للزول ده، أنت أول ما تحط رجلك في المسجد ده معناه أنت متفق معاه في كل كلمة بتقولها، لأنه هو إمام المسجد، تمام. أنت مهيئ نفسك يعني إنك تجيب قدامه إنه أي كلام بيقوله عن الدين بتاعك هو كلام صحيح، وهو كلام يسمع، وهو كلام مطاع، تمام. فدي دي باختصار طبعا في الخطاب الديني. ولكن الخطاب الديني يعني خطاب طبعا حساس، وخطاب يعني فيه ما فيه من أشياء يعني دقيقة وحساسة جدا، يعني في مسألة الدين والتأويلات خصوصا الدينية اللي بنلقاها يعني مثلا من الناس لما نسمع تحليلاتنا دي، يعني تأويلات يعني بعيدة كل البعد عن ما نقصده، يعني في مسألة التأويل للخطاب الديني، يعني الرمزيات الموجودة في المسجد، الرمزيات الموجودة في المنبر، الرمزيات الموجودة في المخاطب، لبسته، وقفته، العصاية الممسكة، قعدتنا في الوطن، الشنو، دي كلها رمزيات نحن مدروسة كإنتاج طبيعي للإنسانية، لكن ما عندها علاقة بالعقيدة بتاعت الإنسان، ما عندها علاقة بالدين، بل بالعكس، يعني الدين يحترم، وكل معتقد وكل فكر يحترم يعني بالعموم. طيب، العلاقة زي ما ذكرت أنت، علاقتنا نحن مستعدين ليه مثلا رغبنا في أننا نسمع خطاب عمر الدقير ده، طبعا في الخطاب السياسي، تمام، مختلف تماما عن الخطاب الديني. الخطاب الديني مهيأ أكثر من خطاب عمر الدقير، تمام. ولكن مثلا استماعنا لخطاب الدقير أيضا فيه أشكال أو جانب بشكل محدد. عمر الدقير في خطابه نفسه بيقول، وده في التلفظ لما ينطق، بيقول أنا الآن بقدم خطابي ده من تحت بدروم عشان أنا هارب من الحكومة ومن السلطة، بالنص بيقول الكلام ده. فهو حدد المقام التواصلي بتاعه في إنه هو قاعد، هو مضطهد، هو إنسان يمارس عليه اضطهاد، وبيدي الصورة بتاعته دي لكل الشعب السوداني، إنكم كلكم أنتم مضطهدين زيي، كلكم انتم محتاجين تعبروا، ما قاعدين تعبروا الا تدسوا تحت الترابيز وتحت الاماكن. بيثبت بانه ما في ديمقراطيه في الدوله، ما في كده، من خلال يعني بيثبت الراي السياسي بتاعه من خلال العواطف اللي بيبنيها دي. كل الحاجات دي يا استاذ طارق حنناقشها في الجزء بتاع الحجاج، وكيف انه يعني استفاد من يعني استفاد الخطابين من المقدرات الحجاجيه من خلال المقام ومن خلال الحاجات دي. يعني بعدين برضو يعني حاجة مرتبطة بالدين، بعدين نحافسر مثلا آيات تفسير خاص بعمر البشير وليس تفسير خاص بالآية، ده برضه دي دائرة حاجة مهمة جدا، يعني دي دائرة يعني تركيز من الناس، إنه أنا ما قصدي في الآية، ما بتكلم عن الآية، بتكلم عن مقصد عمر البشير في إنتاج الآية دي في الوقت الحالي ده عشان يصل بيها لشنو، تمام. فقوة الآية نتجت من إنه عمر البشير عايز يثبت للناس انه هو الرئيس الباقي، هي الايه بتاعت واعتصموا بحبل الله، كررها في كل الخطابات بتاعته، في كل خطاب بيتكلم فيه عمر البشير بيقول الايه بتاعت واعتصموا بحبل الله. وتاويل انا حاوله في المقام التلفظي بتاعنا، هنحتاج لها في لما نجي نشتغل في الحجاج. ايوه، طيب، كلام جميل جدا والله، ان شاء الله نتفادى الجواب مرتبط بالسؤال، يعني لانه بعض مرات الزول بيتكلم مثلا بيدخل مصطلحات وكده، فهل مباشره وصلك الجواب؟
لا لا، واضح جدا، ايوه واضح يا خالص فندم، ما شاء الله. هاي تمام، بارك الله. هاي المحاضرة ذاتها جميلة والإفادات أجمل والإجابات واضحة. الله يبارك، جزاك الله خير، الله يبارك، ونفعك الله بعلمك، الله يبارك ونفع بك السودان والمغرب برضو والعالم يعني إن أنا. شاء الله. شكرا لك كثير يا أخي، هاي مرحب بك يعني، هاي نلتقي بكم. أيوة، ودي دعوة لكل طبعا المبادرة بتاعت الباحثين السودانيين مفتوحة لكل السودانيين إنه يقدموا فيها الأطروحات بتاعتهم يا سلام، عشان تعم الفائدة، أيوة ومنبر بتاع الكل يعني زي ما بقول دكتور أنور. أيوة أيوة كل الناس اللي عندهم أبحاث سواء كان بكالوريوس ولا ماجستير إن شاء الله، وحاسين بأنه ممكن يقدم قيمة بندعوهم إنه يشاركوا زي الفكرة بتاعت أخونا محمد عادل. ونقول لكم نفوتكم بعافية لغاية ما نلتقيك في المحاضرة الثانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مشكور، الله يديك العافية. كيف يعني حيدر توقف اللايف. لا لا، طارق لو لقيت شكرا يعني يا مثلا استاذ محمد، يا طاير اخي والله او محاضره جميله، مثلا الواحد ذاته ما قادر يوقف، لكن بنوقف اللايف.